مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورني ومشرفيني في بيتكم قناه الاهلي وملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده اكيد هنتكلم فيه عن مباريات الدوري اللي لعبت منذ قليل، كان اولها مباراه سموحه والاتحاد وانبي والنجوم اللي انتهت منذ قليل، والمباراتين انتهت بالتعادل الايجابي. يعني الاتحاد خطف تعادل في الثواني الاخيره من المباراه، ايضا النجوم خطف تعادل من انبي، وكان انبي محتاج جدا الثلاث نقاط، ايضا النجوم كان محتاج ثلاث نقاط. هنتكلم عن هذه المباريات بالتفصيل الكامل بعد قليل مع نجوم الاستوديو التحليلي اللي هيشرفوني بعد قليل. عايز بس اقول لكم اخبار الاهلي بسرعه قبل ما نشوف ضيوفنا الكرام. 7 لاعبين بيغيبوا عن الاهلي امام جيما الاثيوبي. حضراتكم عارفين غيابات كتيره جدا وغيابات مؤثره جدا في صفوف النادي الاهلي، بنتمنى ان هم يرجعوا بسرعه جدا، ان شاء الله يرجعوا في القريب العاجل. محمد الشناوي وسعد سمير واحمد فتحي وعلي معلول ومحمد نجيب وصلاح محسن للاصابه، فيما يغيب وليد ازارو للايقاف، برضه وليد عنده اصابه. ان شاء الله يوم الجمعه الاهلي وجيما الاثيوبي، مباراه مهمه جدا في افتتاح المشوار الافريقي الجديد، وقلنا امبارح ان شاء الله الثالثه تبتة باللغه البلدي بتاعتنا كده، ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يحسم هذا اللقب ان شاء الله، تبقى المره السادسه في تاريخه في المشاركه في بطوله العالم للانديه ان شاء الله وكاس العالم للانديه. محمد يوسف كان اعلن 16 لاعب، شريف اكرامي وعلي لطفي 16 لاعب. شريف اكرامي وعلي لطفي وسليف كوليبالي وايمن اشرف، محمد هاني وكريم ندفد، حسام عاشور، هشام محمد، عمرو السوليه واسلام محارب واحمد حمودي، محمد شريف، ميدو جابر، ناصر ماهر، وليد سليمان، مروان محسن، ان شاء الله يدخلوا المعسكر ان شاء الله النهارده باحد فنادق الاسكندريه. مباراه مهمه جدا، مباراه مفيش خلاص مباراه سهله، احنا اتفقنا على كده، كل المباريات اللي بنقابلها حتى لو كانت ذهاب وعوده بس مباراه كؤوس ان شاء الله نحسمها او يحسمها رجاله الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه المقبل. علي معلول خلاص بيشارك، احنا قلنا كمان بيشارك في التدريبات الجماعيه. علي معلول قوه كبيره في النادي الاهلي، ان شاء الله ينتظم ويرجع، محتاجينه جدا. والمالي كوليبالي او سليف كوليبالي مدافع الفريق الاول ايضا انتظم في التدريبات الجماعيه. سليف كوليبالي كنا اتكلمنا كان الاول مركز جدا وكان عنصر مهم جدا واحرز اهداف النادي الاهلي كسبته، لكن في الفتره الاخيره نزل مستواه لسبب او اخر، لكن سليف كوليبالي اعتقد ان هو في الفتره اللي جايه محتاجينه جدا جدا في ظل الغياب الكلي بصراحه لمساكين النادي الاهلي. النهارده كان في حسين عبد الدايم، هجيب لكم زميلي بعد قليل هيكون معانا مين يا جماعه عشان يكلمنا على التدريب النهارده. كريم احمد، ان شاء الله هيبقى معانا كريم احمد زميل عزيز عشان يكلمنا على التمرين اللي حصل فيه النهارده بالتفصيل زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، لكن لغايه ما نجيب كريم حسين عبد الدايم النهارده بيقود التمرين 20 دقيقه بدنيه للاعبي النادي الاهلي. اكيد طبعا الاحمال بتختلف زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، الاحمال بتختلف عن اللعيب المشارك في المباريات الرسميه واللعيب اللي بعيد شويه عن المباريات او اللي شارك في المباراه الوديه الاخيره. حسين عبد الدايم زي ما قلت لحضراتكم 20 دقيقه كانت تدريبات بدنيه مختلفه الاحمال. مؤمن زكريا، لسه عايزين نقول مؤمن زكريا دخل في الفريق، مؤمن زكريا محتاجينه، مؤمن زكريا عنصر خبره، مؤمن زكريا اتصاب، لكن الحمد لله ان شاء الله تكون اصابه بسيطه. الاصابات زي ما اتفقنا ما اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده سببها غريب جدا، يعني اول ما تلاقي اصابه تلاقي تمزق، مفيش شد، مفيش حاجه، يعني الشد يعني بيجي لك كل فين وفين، لكن تمزق سر وان شاء الله نخلص منه. يعني الشناوي ايضا بيواصل التاهيل. دي كانت اهم اخبارنا، لكن تعالوا نتكلم شويه عن كاس العالم للانديه النهارده. العين الاماراتي لازم نبارك له طبعا، عمل يعني رده فعل كانت قويه جدا وكانت حلوه جدا بالنسبه لنا احنا كجماهير عربيه، كان خسران بثلاث اهداف وحول النتيجه لتعادل ايجابي 3-3 وبعدين كسب بضربات الجزاء 4-3. حسين الشحات نجم الكره المصريه المحترف في العين الاماراتي قدم مباراه طيبة المستوى. طيب قبل ما نتكلم في كأس العالم للأندية تعالوا نشوف كريم أحمد عشان يقول لنا آخر تطورات تمرين النادي الأهلي النهارده، وفي المعسكر كمان يقول لنا أخبار الفريق. كريم أحمد زميل عزيز أهلا بيك. مرحبا بيك يا كابتن ميدو، أهلا بيك، متأخر عليك، متأخر على كل حاجة. أهلا بيك يا كريم، متعودين طبعا تقول لنا كل التفاصيل الفنية عن المران الأهلي النهارده وأخبار الفريق في المعسكر، أكيد اتوجهوا للمعسكر خلاص في اسكندرية النهارده. اسكندرية بنأكد يا كابتن
دود راحه بيساعد النادي الاهلي من الدوري العام المعترضات ان شاء الله بتكون كده مطبقه لينا للنادي الاهلي. طبعا انت عارف دور ال 33 في مفاجات وبالفعل حصلت مفاجات كثيره جدا، لكن بس ما كريم الصوت مش واضح يا كريم. طيب نجيب كريم تاني يا جماعه عشان الصوت يبقى واضح. قلت لحضراتكم ان العين عمل كامباك النهارده عالمي، تحويل هزيمه من ثلاث اهداف ضد فريق تيم بطل نيوزيلاند، لكن استطاع ان هو يتعادل 3-3. كان ممكن يكسب كمان في الوقت الاصلي، لكن اكيد نتيجه كبيره جدا للعين وقدر ان هو يعدي الدور ده. العين هيقابل ترجي يوم السبت المقبل ان شاء الله، تبقى مباراه كبيره جدا، والفايز منهم هيقابل ريفر بلات، اللي هيقابل ريال مدريد، او لا ريال مدريد ده هيلعب في دور قبل النهائي. ريال مدريد هيلعب في دور قبل النهائي للمره الخامسه في تاريخه بيشارك في كاس العالم للانديه اللي شارك فيها النادي الاهلي من 5 سنوات. انتوا متخيلين يعني عظمه النادي الاهلي؟ ويطلع ناس يقول لك النادي الاهلي اصل النادي الاهلي بيخسر، اصل النادي الاهلي، سبحان الله يعني سبحان الله. النادي الاهلي النهارده او في الصحف العالميه منذ ايام قالوا ان ريال مدريد النادي العريق والنادي الكبير خلاص خد البطوله الخامسه. طيب نشوف كريم الاول، نهتم الاول باخبار النادي الاهلي وبعد كده نتكلم في الاخبار العالميه. كريم اهلا بيك. بنعتذر طبعا كابتن ميدو، اكيد بكل المشاهدين. اهلا بيك يا كابتن ميدو. طبعا زي ما بنطمن كل جمهور النادي الاهلي، البدايه ان شاء الله البطوله الافريقيه، يمكن زي ما بنقول بعض الظروف كده للعيبه النادي الاهلي، الاصابات الكثيره جدا خلت النهارده القائمه تتكون من 16 لاعب في قائمه النادي الاهلي نظرا للاصابات وعدم قيد بعض اللاعبين. لو بنستعرض القائمه سريعا يا كابتن ميدو: شريف اكرامي وعلي لطفي وهشام محمد وايمن اشرف، عمرو السوليه، كريم ندفد، محمد شريف، وليد سليمان، نصر ماهر، احمد حمودي، ميدو جابر، سليب في كولوبالي، واسلام محارب، مروان محسن، محمد هاني، وحسام عاشور. من الاشياء اكيد المطمئنه والاشياء الجيده جدا بيعود لنا من جديد حسام عاشور. كان في طبعا بعض التساؤلات عليه خلال الايام الماضيه، هل حسام عاشور هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي؟ بالفعل حسام عاشور بياكد جاهزيته، كان في تدريب مميز جدا امس والنهارده كمان، خد جرعه تدريبيه بالكره مع تقسيمه مع الكابتن محمد يوسف. النهارده بدا التدريب بمحاضره فنيه داخل الملعب مختار اتش، استغرقت 15 دقيقه، اكيد كان فيها كل التحفيز وكل الاهتمام بالبدايات، لابد تكون البدايه قويه للنادي الاهلي. المفاجات وارده جدا، وزي ما احنا شفنا فريق اول اغسطس بيخرج في الادوار الاولى، لكن النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا، وزي ما قلنا الظروف دي بتخلي في دوافع كبيره كابتن ميدو لكل لعيبه النادي الاهلي. أكيد كل لعيب يكون متواجد باذن الله يؤدي اللي عليه في هذه المباراه، لسه عندنا مباراه عوده. وبيأكد على طول الكابتن محمد يوسف من خلال احاديثه ان المباراه 180 دقيقه مباراه اولى بتكون عندنا هنا، ثم مباراة بتكون اثيوبيا، وفي تجهيز كبير كمان من الكابتن سمير عهلي المدير الاداري لفريق النادي الاهلي على المباراه العوده باذن الله. لكن لو بنتكلم كمان على المصابين النهارده، في بعض اللعيبه كانت بتادي بعض التدريبات بشكل منفرد جدا على راسهم مثلا احمد فتحي والشناوي وعلي معلول. علي معلول يمكن خلاص دخل في بعض التدريبات بالكره، في بعض اللعيبه هتعود سريعا ان شاء الله كابتن ميدو، على راسهم علي معلول بتاع سمير لسه 4 اسابيع وممكن كمان يمتد الموضوع شويه، لكن احنا بنتمنى ان شاء الله كل اللعيبه باذن الله تعود سريعا للقائمه وتعود سريعا للمباريات. في تلاحم كبير يا كابتن ميدو زي ما انت عارف في المباريات، لكن همنا الاول والاخير طبعا هي البطوله الافريقيه. تمام. النادي الاهلي يا كابتن مباشره للاسكندريه للدخول في معسكر مغلق 48 ساعه، يمكن كان الكابتن سيد عبد الحفيظ فضل ان يكون طبعا السفر قبل المباراه بيوم، وكمان يكون في تدريب على الملعب الرئيسي ملعب برج العرب. الامور يمكن ماشيه الحمد لله حتى هذه اللحظه بشكل طيب جدا لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله جمهورنا اللي هيكون متواجد في ميدو في المدرجات باذن الله يكون السند والدعم الحقيقي ومؤازره النادي الاهلي ان شاء الله في اولى مبارياته. وانا معاك كابتن ميدو لو فيها استفسار. يعني كنا بنتكلم يا كريم مع الساده المشاهدين ان حسين عبد الدايم النهارده قاد الفريق في 20 دقيقه من الاحمال البدنيه. كان شكلها ايه الاحمال البدنيه، وهل كل اللعيبه خدت نفس الاحمال ولا كان في احمال مختلفه؟ كل اللعيبه على حده. يمكن بالفعل كابتن حسين عبد الدايم طبعا اخطاء التاهيل، واللي يمكن كان بيقود تدريب النهارده 20 دقيقه حمل بدني، لكن مش حمل بدني عالي النهارده الجميع شارك، لكن الكابتن يوسف النهارده بالتحديد فضل ان هو يبقى في فصل تام للعيبه المقيده في القائمه الافريقيه اللي هتكون متواجده معاه، وكل اللاعبين الغير مقيدين حب ان هو يفرض تركيز كبير وحب ان هو يضع
المجموعه في تركيز كبير. النهارده الكابتن يوسف كان بيعمل بعض الكرات العرضيه، كان مركز بشكل كبير جدا على الكروسات. النهارده شفنا محمد هاني وسليف كولبالي في خط الظهر، يمكن ده من الواضح ان نكون متواجد محمد هاني يلعب في مركز المساك. شفنا كريم نيدفيد بيلعب باك رايت. النهارده مش هنقدر نقول تكتيك، لكن النهارده نقدر نقول الكابتن محمد يوسف كان بيحاول ان هو يضع كل اللعيبه في تركيز شديد، واللعيبه المقيده بالتحديد بالقائمه الافريقيه. الظروف بتحتم عليه بشكل كبير جدا ان هو يدفع بعض اللعيبه مش في مكانها على راسهم. ما فيش غير هاني طبعا، هاني وكل بالي ما فيش غيرهم للاسف. هم طبعا مش للاسف ان هم اللي موجودين، هم اصلا رجاله يشيلوا اي او يسدوا في اي مكان، لكن للاسف ان هم دلوقتي كل عدديه في مركز المساك. بالظبط يا كابتن ميدو، 16 لعيب هيكون 11 لاعب في الملعب، خمسه هيكونوا على دكه البدلاء منهم علي لطفي. هيبقى الامر يمكن مش بنقول صعب شويه، لان لعيبه النادي الاهلي عندها القدره وعندها المسؤوليه وعندها روح الفنانه الحمراء ان شاء الله ان هي تكون البدايه موفقه لينا رغم كل الظروف اللي محيطه لينا من اصابات وغيابات وظروف محيطه فريق النادي الاهلي، لكن حاله التركيز شايفينها في الملعب. اللعيبه خلاص يمكن حط هدف قدامنا باذن الله. الجمهور اللي هيكون متواجد يا كابتن ميدو بناكد عليه هيكون ليه دعم كبير جدا، وهيبقى لسند كبير جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج جمهوره في البدايات، وزي ما قلنا المفاجآت وارده في كره القدم، لكن النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله البدايه تكون موفقه، ومباراه العوده امان تكون موفقه باذن الله ليه. ان شاء الله يا كريم تكون بدايه موفقه فعلا، ان شاء الله نحسمها من برج العرب. كريم احمد زميل العزيز، شكرا جدا على هذه التغطيه المميزه. بحب اجيب لكم كريم بيطمنا على اخبار الفريق اول باول. زي ما قلنا 16 لاعب في القائمه، دي الظروف اللي محمد يوسف فيها، لكن احنا بنقول دايما رجاله الاهلي في اي زمان وفي اي مكان حتى لو كانت الظروف ايه، هم بيكونوا عند حسن ظن جماهيرهم الكبيره جدا بيهم. مباراه مهمه زي ما اتفقنا مع حضراتكم، ان شاء الله الاهلي يجتازها ويجتازها بسهوله ويجتازها باهداف وفيره ان شاء الله. تعالوا اكلمكم عن النادي الاهلي والناس بتتكلم عليه ازاي بره. النادي الاهلي لما يجي يقول لك مثلا ريال مدريد اللي هو الاكبر نادي في العالم حصولا او تدويجا بالبطولات، بعديه النادي الاهلي في المركز الثاني. العالم كله بيتكلم ان ريال مدريد بيشارك للمره الخامسه في تاريخه في كاس العالم للانديه، والرقم ده بيعادل رقم النادي الاهلي اللي شارك بالمره الخامسه في كاس العالم للانديه من 2013. اعتقد كان 2013 كان في كاس العالم في المغرب. تمام. كان عضو مجلس اداره المهندس خالد مرتجي هو رئيس البعثه، وهو رئيس او عضو مجلس اداره النادي الاهلي في مجلس الاداره الحالي. خمس سنين والنادي الاهلي كان اكبر انديه العالم في المشاركه لكاس العالم للانديه. عشان بس الناس اللي بتتكلم يعني، الناس اللي بتتكلم. وكان بالمناسبه كان محمد يوسف المدير الفني في المغرب كمان في كاس العالم للانديه، وهو دلوقتي مدير فني ان شاء الله تكون بادره خير يعني. كمان الصحف الانجليزيه الكبيره لما تداول خبر سيف بروس ان هو يعني تداول اخبار ان ممكن سيف بروس يمسك النادي الاهلي، الصحف الانجليزيه قالت ان سيف بروس ممكن يمسك اكبر نادي في افريقيا. اكبر نادي في افريقيا. طبعا ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي الحمد لله. في مباراه بوكا جونيور وريفر بلات، علي سعيد الكعبي المعلق الجميل المعلق الكبير جدا جدا تغنى بالنادي الاهلي. تعالوا نسمع علي سعيد الكعبي قال ايه عن النادي الاهلي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. أندية العالم بالمناسبة من حيث الألقاب الخارجية لا يتفوق عليه إلا ريال مدريد صاحب هذا الملعب، وثانيا الأهلي المصري. يا عراقة الأهلي المصري، يا إنجازات الأهلي المصري، ثاني أكثر نادي في العالم بعد ريال مدريد من حيث الألقاب الخارجية، يعني الألقاب خارج بلادك، وهذا يوضح مكانة الفريق المصري الكبير النادي الأهلي. لكن بوكا جونيورز يأتي ثالثا ولديه محاولة. ده اللي بتقال على على النادي الأهلي، وبتقال على لعيبة النادي الأهلي، وبتقال على إنجازات النادي الأهلي، وبتقال على اسم النادي الأهلي الكبير. فيعني الناس تعرف لما يجوا يتكلموا عن النادي الأهلي يعرفوا بيتكلموا على مين. مش عايزين بقى ندخل في تفاصيله، مش عايزين. الظاهر في ناس كده بيحبوا يحطوا نفسهم في جمله مفيده في النادي الاهلي علشان الناس تطلع تتكلم ويعني ياخدوا جزء من الشهر. فخلاص يعني، ما هو ده قدر النادي الاهلي ان فعلا الناس لما تحب يعمل حاجه يقول لك النادي الاهلي مش عارف ايه، يحط نفسه في خبر كده. لكن ده النادي الاهلي ودي عراقه النادي الاهلي. بنقول لكم جزء بسيط بس من كلام الناس وكلام الصحف العالميه عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي قد ايه نادي كبير، وان شاء الله يفضل نادي كبير. دي كانت اهم الاخبار اللي عايزين نتكلم فيها. زي ما قلت لحضراتكم النهارده ام بي
ده يعني دي الأندية الكبيرة، دي الأندية الكبيرة. لما نيجي نقارن نفسنا يعني احنا كأهلوية اكيد هنقارن نفسنا بأندية كبيرة زي ريال مدريد، زي ريال مدريد، زي ريال مدريد. واكيد طبعا لما النادي الأهلي اختار ان هو يبقى مباراة كبيرة جدا تليق باسمه، اختار نادي كبير جدا بينافسه في البطولات العالمية، انجاز طبعا، انجاز طبعا، الحمد لله. وجماهير النادي الأهلي تستحق بصراحة، تستحق ان هي النادي بتاعها يكون نادي كبير، نادي بيتغنوا بيه كل المعلقين الكبار امثال علي سعيد كعبي. بصراحه كل المعلقين الكبار بيتغنوا دايما او ما بيصدقوا بيلاقوا مناسبه ان هم يتكلموا عن النادي الاهلي ويتغنوا بيه، والصحف الكبيره والحمد لله، يعني الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه. قلت لكم انبي والنجوم خلاص انتهى واحد واحد، وكمان يعني هنتكلم مع ضيوفي الكرام عن هذه المواجهات وهذه المباريات. سموحه والاتحاد ايضا اقتنص الاتحاد هدف في آخر ثواني في المباراة وخد نقطة من هذه المباراة. المدرب لازم أتكلم عن المدرب وقد إيه المدرب بيأثر في شخصية اللعيب وبيعمل اللعيب. لازم نحيي المدربين اللي هي دايما بتحاول تطلع كل حاجة كويسة من اللعيبة، بيحاولوا يبنوا فريق، بيحاولوا إن هم يخوضوا تجارب جديدة جدا حتى لو أثر على اسمهم، حتى لو أثر على نتائجهم، لكن في الآخر بيبني فريق، بيحفظ لعيبة. يعني ايه مركز؟ يعني ايه تكتيك؟ يعني ايه دفاع؟ يعني ايه هجوم؟ يعني ايه ان انا اعمل كتل في اماكن معينه في الملعب؟ يعني ايه اعمل كثافه عدديه؟ يعني ايه ادافع في اجزاء ملعب معينه؟ بيعلم اللعيبه ويحفظها. مش هدفه ان هو يكسب وخلاص، ان انا اجيب لعيبه اكسب بيها وخلاص، واللعيبه بقى مش مشكله. لازم دايما دايما بحيي بصراحه مدرب دجله حتى لو نتائجه مش مساعداه، لازم احييه وبحييه كل حلقه بكون موجود معاكم فيها. المدرب الكبير تكيس ان هو بيعمل فرقه ومحافظ على اسلوب، والناس كانت بتنتقده جدا في الاول وانا كنت من الناس المنتقده بصراحه ليه. بعد كده احنا كلنا اتاسفنا له واثنينا على ادائه حتى لو بيخسر في الايام اللي فاتت او في المباريات اللي فاتت، لكن المدرب لازم تحترمه، بيطلع لعيبه، بيوريك لعيبه. محمد محمود لو ما كانش بيلعب بالطريقه دي ما كانش اللعيبه الناس هتشوفه والانديه تتهافت عليه. لعيبه كتير جدا في دجله ما كانتش هتبان بالطريقه دي لو ما كانش يلعبوا مع تكيس، يعني حاجات كتير جدا. لكن المدرب لازم تحترمه جدا وترفع له القبعه طول ما هو بيعمل لعيبه وبيعمل فرقه وبيعمل لك اسلوب وبيعمل لك شكل حتى لو كان على حساب نتائجه الفنيه. تعالوا نطلع فاصل يلا عشان نستقبل ضيوفنا الكرام، نتكلم عن مباراة الدوري ونتكلم عن مباراة الأهلي القادمة إن شاء الله في مستهل البطولة الأفريقية للكباتن الكبار كابتن إبراهيم عبد الصمد وكابتن أحمد بلال وكابتن أسامة حسني. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد. نور الدنيا. اهلا مساء الفل يا حبيبي. مساء الفل يا حبيبي. كابتن احمد بلال نجم مصر ونادي النادي الاهلي اهلا بيك. ازيك يا ميدو، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. كابتن اسامه حسني كابتن مصر ونادي الاهلي كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. نتكلم النهارده عن ماتشين الدوري اللي اتلعبوا، كان سموحه والاتحاد وكان انبي والنجوم كابتن، واكيد هنتكلم عن الاهلي وجيم الاثيوبي، الماتش اللي كل الاهلاويه بيستنوه. هل شفت مباراة سموحة والاتحاد؟ آه. يعني الشكل العام. أولاً الماتش بيتسم بالعصبية الشديدة جداً للفرقتين، بيمروا بظروف صعبة جداً. الاتحاد الحقيقة من أضعف فرق الدوري في من الناحية الدفاعية، داخل فيه حوالي 28 جون. نفس الكلام بالنسبه للسيطره تامه من سموحه في الشوط الاولاني بدون فعاليه على المرمى. العصبيه عصبيه غير طبيعيه على اداء الفريقين، كل فريق خايف يتغلب وبالتالي الاداء كان فيه عصبيه شديده جدا. الفريق اللي عايز يتغلب يعني الفريق اللي خايف عايز يتغلب ولا المدرب اللي خايف؟ والله واضح على تشكيله الفريقين ان الاثنين المدربين خايفين. اولا طالعين من هزايم، الفرقتين طالعين من هزايم، وبالتالي يعني برضو فرقه سموحه مغلوبه ماتشين لخانيين،
مدير فني جديد على الفرقتين، فخايف يتغلب الماتش ده او يحصل طلع من الاتحاد السكندري الماتش اللي فات في الكاس، فقلقان قلقان جدا، فعمل ناحيه دفاعيه شويه. فالشوط الاولاني لا يرقى للكره المصريه الحقيقه من الفرقتين، فرقتين بيلعبوا بعصبيه شديده جدا، احتجاجات كتير على الحكم، مفيش كوره بالمعنى المفهوم خالص الشوط الاولاني. تتغير الحال في الشوط الثاني الحقيقه، سموحه سيطر على 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 الجيم من اول الشوط الثاني، اداء اكثر من رائع من فريق سموحه لغايه ما احرزوا الجون. ابتدى فريق الاتحاد ينشط نسبيا وابتدى يبادل سموحه الهجمات، كل الهجمات تحطمت على خط الدفاع لان سموحه ابتدى يرجع لورا وبيدافع من نص ملعبه، فزادت الهجمات على فرقه سموحه في الشوط الثاني. الشوط الثاني من يمكن احسن نسبيا كتير قوي قوي من الشوط الاولاني. الاتحاد سجل الجون من ضربه مباشره كورنر من ناحيه الشمال في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضايع. آخر ثانية. الحقيقة يعني ضاع من سموحة 3 بونت. يعني سموحة كان أحسن كتير قوي 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 في الماتش ده. كابتن بلال. يعني بص كابتن طارق يحيى يعني بيوصل لعدم التوفيق يعني، خد بالك في المباريات اللي فاتت دي كلها بيأدي أداء رائع جدا، يمكن فترة جس النبض زي ما قال الكابتن إبراهيم. من أيام بتروجيت. طبعا السنة دي كلها الموسم كله بصراحة يعني بالظبط. فترة جس النبض كانت طويلة شوية كابتن، الشوط الأول كلها تقريبا كانت عبارة عن جس النبض، الفرقتين بيحاولوا بس على استحياء. الشوط الثاني سموحة أفضل بكتير جدا، ولكن واضح إن في سبيريت اتخلقت جديدة عند نادي الاتحاد. يعني واضح إن هو خلاص كل ماتش بيعدي مش عايز إن هو يخرج من الماتش يعني بدون مكسب أو بدون تعادل، مش عايز يخرج من المباراة بدون أي نقاط. هو ده الشغل اللي بيشتغل عليه نادي الاتحاد السكندري الحقيقة، وناجح فيه بقاله فترة كبيرة جدا، بينجح في الحتة دي. بفتكر مباراته مع الزمالك المباراة اللي فاتت، المباراة النهاردة، إن هو خلاص بيلعب لآخر دقيقة، بيحاول لآخر دقيقة، مغلوب مع الزمالك وبيتعادل في دقيقة حاجة و80، النهاردة برضه في دقيقة 95، المباراة اللي فاتت برضه بيحاول إن هو يكمل ويتواصل. فنادي الاتحاد واضح إن اتخلقت له عوامل نفسيه جديده اشتغل عليها كابتن حلمي طولان وكابتن وليد صالح الدين، اشتغلوا طبعا اشتغلوا بشكل كبير الحته دي، ان كل مباراه ما بتعديش خلاص. كنا الاول بنشوف الاتحاد في بدايه الموسم لو ما تقدمش وتاخر بهدف خلاص يبقى المباراه انتهت بالنسبه لي، خلاص اللعيبه بتخرج بره الجيم، اللعيبه بتبقى بره المستوى الفني، بره نفسيا بيبقوا مش جوه الجيم بشكل كبير. لكن دلوقتي بقينا نشوف مردود ثاني مختلف خالص، بنشوف لعيبه الاتحاد ان هم بيجي فيهم جول بيحاولوا بقدر الامكان ان هم بالروح بالاداء بالعزيمه ان هم يحاولوا ان هم يرجعوا في المباراه مره ثانيه وعملوها اكتر من كده. سموحه الحقيقه يمكن فريق محيرني، يعني فريق عنده امكانيات كبيره جدا، ترتيبه في الجدول لا يتناسب مع الامكانيات بتاعه سموحه. يمكن النهارده سموحه مسجل 18 هدف وعليه 15 هدف، فريق يكاد يكون مكتمل. بس انا في علامه استفهام هنا، يعني حسام حسن انا برضو علامه استفهام ان هو مبقاش موجود. ليه حسام حسن مش موجود؟ يمكن حسام حسن بالنسبه لي افضل من اومد اوكري، لو انت بتلعب بفرد واحد المحطه بالنسبه لك اللعيب رقم 9 المان تارجت هو ممكن يكون حسام حسن مش اومد اوكري. انا من وجهه نظري الشخصيه اومد اوكري لعيب عنده سرعات يلعب على اطراف الملعب بالظبط، ممكن يتوظفوا بالظبط، ما ينفعش يلعب في فرقه زي الاتحاد يا كابتن. هو نزل الشوط الثاني الاتحاد السكندري فرقه مش من الفرق اللي بتديك مساحات عشان تعمل عليها الكاونتر اتاك وتستغل السرعات بتاعت اومد اوكري. لا، الاتحاد السكندري فرقه ثابته بيدافعوا بشكل منظم جدا، بالعكس هم اوقات كتيره جدا بيبقوا رد الفعل مش الفعل. عشان كده النهارده يمكن كان ناقص برضو كابتن طارق يحيى انه يبتدي بحسام حسن، يبقى هو ده المان تارجت بتاعه، وهم دوكري يتحرك من تحتيه، يبقى هو ده اللعيب رقم 10 بالنسبه له، او اللعيب رقم 9 ونص زي ما احنا بنقول. هو ده وعندك لعيب يقدر يهدف، عندك لعيب يقدر يسجل اهداف. في المباريات اللي زي كده بتبقى محتاج اللعيب مش اللي عنده سرعه بس، اللي عنده مهاره، اللي عنده فكر، اللي يقدر يخلص على الجول. هو انت عايز تقول بالرغم من اومو دوكري احرز هدف في الدقيقه 54 لكن كان ممكن يبقى كان ممكن، لا خد بالك خطوره اكبر. شوف طول ما انت بتلعب فرقه كبيره انت مش بس محتاج تتفوق بهدف، هدف بالنسبه لك غير كافي. الفرق الكبيره عشان تكسب زي ما النادي الاهلي عمل هدف والتاني، وكان ممكن يسجل الهدف الثالث، عشان لو جه فيك هدف ممكن ما تقدرش ترجع في المباراه، زي ما حصل مع الزمالك، زي ما حصل النهارده. انا بتكلم عن الاتحاد امام الزمالك، لما رجع الزمالك ما قدرش يجيب خلاص انتهى الموضوع، عشان ما قدرش الزمالك يسجل الهدف الثاني. لما حصل النهارده طبعا كان التوقيت كان صعب جدا بالنسبه لسموحه انه يرجع، فعشان كده بقول لك انك تستغل كل القوى الضاربه بالنسبه لك وانت فريق عندك الامكانيات. يعني سموحه عندهم الامكانيات اللي هي تاهلهم ان هم يلعبوا جيم مفتوح من اول المباراه. فالنهارده عايز اقول لسموحه
والاتحاد يمكن سموحة الشوط الثاني كان افضل. الاتحاد حاول بشكل كبير جدا ونجح الاتحاد ان هو يقتنص نقطه التعادل. ما عندهم وليد صلاح الدين برضه. طبعا وليد عبقري. نرحب بيك كابتن وليد صلاح الدين مدير الكره بنادي الاتحاد. اهلا وسهلا بيك حبيبي يا عبد. ازيك يا عبد الحميد؟ دخلت الاتحاد اللي احنا ما فيش حاجه اسمها استسلام. ممكن يجيب جون في الدقيقه 95 في الدقيقه 90 في الدقيقه 80 لكن ما فيش حاجه اسمها استسلام يا كابتن وليد. خليني احييك بس واحيي كابتني الكبير كابتن ابراهيم. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. ازيك يا وليد حبيبي يا كابتن؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بالتوفيق دايما ان شاء الله ونسمع عنك كل خير يا حبيبي. يا رب. وحبايبي بقى بلال واسامه ازيكم يا كباتن؟ الله يخليك. ازيك يا كابتن وليد؟ عامل ايه يا بلال؟ الحمد لله يا كابتن. 100 100 ناقصنا وجودك بس. الحمد لله. ربنا يخليك. ازيك يا اسامه عامل ايه؟ مبروك. مين اللي هيسحب القرعه في السعوديه ان شاء الله؟ ربنا يسهل ان شاء الله. اكون موجود مع الاستاذ محمد مصلحي وربنا يسهل ان شاء الله. يا كابتن وليد ادعوا لنا كده ربنا يكرمنا في اختيار يكون موفق ان شاء الله. اكيد نقطه فاصله. تمسك الحاج محمد مصلحي بالكابتن حلمي طولان بعد ما قدم استقالته رجع الامور والاستقرار تاني نادي الاتحاد. بص يا اسامه، انت عارف الدوري انت لو جبت جدول الدوري صعب جدا السنه دي جدا. يعني تلاقي بص احنا تقريبا سابع الدوري او ثامن الدوري 20 نقطه، وتلاقي اخر الدوري خالص 13 نقطه او 14 نقطه يفصل ماتشين بس. انت اتكلمت عن النقطه دي من بدري، اتكلمت عليها من بدري. انا شايف باستثناء ثلاث فرق الاهلي والزمالك وبيراميدز بقيه الفرق كلها اي حد يكسب اي حد. والمساله كلها في الملعب. بالظبط. الثلاث فرق اللي عندهم عدد من اللعيبه يعني المتميزين يقدروا يكسبوا اربع خمس ست مباريات ورا بعض، ده مش متاح للفرق كلها. كل الفرق بتكسب مباراه وبعدين تتعادل مباراه وبعدين تتغلب مباراه. فالدوري ده صعب جدا، ولكن يعني بلا كوره، يعني الكوره قليله. يعني هو الاثاره كبيره والحماس والجدعنه والرجوله، لكن الكوره في الملعب قليله. دي حقيقه يا كابتن. ويعني ابرز مثال الاتحاد، خلينا اكلمك في الاتحاد يا كابتن وليد. الاتحاد بيعمل نتائج كبيره جدا، يعني مطلع انديه كبيره جدا البطوله العربيه، الممثل الوحيد دلوقتي المصري في البطوله العربيه، وبالرغم من كده في ماتشات ما تلاقيش الاتحاد. انت شايفها ازاي الظاهره دي؟ بص هي يعني هي حاله عامه في الكره المصريه. الولاد بيجتهدوا بيطلعوا اقصى ما عندهم. ممكن يكون طبعا العدد برضو لازم يكون المراكز كلها فيها عدد كبير من اللعيبه، ممكن يكون ده مش متاح مثلا. اللعيبه الاساسيه بتبقى فارقه معانا قوي. ممكن تدعيمات يناير تفرق معانا اكيد. يعني طبعا تغيير الجهاز الفني برضو. كابتن محمد عمر كان الاول بيدي فكر معين، بعد كده الكابتن حلمي جه فكر مختلف. فممكن يكون ده بياخد وقت شويه عند اللعيبه، لكن في الاخر تاكد ان اللعيبه بتقدم كل اللي عندها اكيد. وبعدين انت هتلاحظوا الفتره اللي فاتت كلها حته القلب والروح والحماس. دي حقيقه. دي انا اللي تهمني جدا كمدير كوره، وطبعا الكابتن حلمي بياكد عليها على طول في كل المحاضرات. ان انت العب بحماس وبرجوله لانك بتمثل نادي كبير. وبعد كده الفنيات بقى والامكانيات. ده الدليل ان انتوا بتتعادلوا او بتكسبوا في اخر اوقات المباراه. الحمد لله. النهارده كنت متوقع ان النتيجه تخرج ايجابيه 1-1 او 0-0 سلبيه. اكيد كنت متوقع ان انت تكسب النهارده في ظل المعنويات العاليه لعيبه نادي الاتحاد يا كابتن مريم. لا بالعكس، احنا كنا خايفين من المباراه النهارده فعلا. لان جدا، لان بيبقى صعب جدا انك تقابل نفس الفريق بعد اربع ايام وانت مخرجه من بطوله. فاحنا كنا عارفين ان فريق سموحه هيدخل اكثر شراسه. عنده غيابات كلها راجعه، محمد حمدي زكي، اومد اوكري بيبتدي من الاول، حسام حسن راجع، السيد فريد راجع. لا عندهم لعيبه طبعا. سموحه فرقه كبيره ومعاه جهاز فني قدير. كابتن طارق يحيى. لا انا كنت قلقان بصراحه، يعني انا التعادل اسعدني جدا في الدقيقه الاخيره بصراحه. طب الحمد لله. اكيد في طموحات مختلفه الدور الثاني يا كابتن وليد. اكيد يعني برضو ننتظر طبعا الاول الاهلي. هنشوف النادي الاهلي ممكن التعاون يثمر عن ايه، هل ممكن مين اللعيبه اللي ممكن ناخدها
من النادي الاهلي تحديدا يفرقوا معانا جدا في البطوله العربيه، يفرقوا معانا جدا في كاس مصر، يفرقوا معانا في الدوري. عندنا ثلاث بطولات وعندنا كمان بطولتين او البطوله العربيه بطوله ثقيله اكيد. انت دلوقتي الممثل الوحيد لمصر، ف وبعدين الفرق انت عارفها، الهلال السعودي، اهلي جده، البسقله، مولوديه وهران، الرجاء المغربي، يعني انديه ثقيله، فانت محتاج فعلا تدعيم، ويكون تدعيم قوي. بالظبط بالظبط. واكيد التمثيل الاوحد ليك كممثل لمصر في البطوله العربيه اكيد ادى اللعيبه كمان دوافع مختلفه يا كابتن وليد. اكيد اللعيبه والله في كل الاحوال بتبذل اقصى ما عندها، لكن في الاخر انت محتاج عدد من اللاعبين، محتاج في مراكز معينه يكون الموضوع يعني اكثر ثقلا في الملعب علشان تقدر تعمل نتائج كويسه. يعني اتمنى لك التوفيق، اكيد انت عارف احنا بنحبك قد ايه يا كابتن وليد، بنتمنى لك التوفيق، وعامل فعلا فرق كبير جدا في فريق نادي الاتحاد السكندري. كل التوفيق ليك والكابتن حلمي ولكل جماهير سيد البلد. شكرا جدا كابتن وليد صلاح الدين. شكرا. مدير الكره بنادي الاتحاد السكندري. انت سالته سؤال بقى يعني اتكلم فيه. لا هي كانت نقطه فاصله طبعا في تولي كابتن حلمي طولان في البدايه، النتائج ما كانتش ماشيه زي ما هم عايزين، فكابتن حلمي كان تقدم باستقالته. انت كنت بتشيد بدور الحاج محمد مصلحي. أيوة. ان هو ان هو الوقت اللي تمسك الحاج محمد مصلحي بالكابتن حلمي طولان كانت هي دي النقله لنادي الاتحاد السكندري. كمل بعديها، كان عنده مباراه مهمه جدا مع نادي الزمالك، كانت مباراه العوده، المباراه الثانيه في البطوله العربيه، كان ما في استقرار عند الاتحاد السكندري، فدخلوا بمعنويات كويسه في مباراه الزمالك فكمل في البطوله العربيه. وليه المدرب يا اسامه يعني قبل ما مجلس الاداره يقول له شكرا، ليه هو بيطلب الاستقاله؟ يعني ليه هو بيقول خلاص يا جماعه انا كفايه كده؟ هو ممكن يكون كابتن حلمي كان بيرفع الحرج، يعني هم جايبينه الهدف ليه مطلوبه في الكوره؟ النتائج مثلا ما مشيتش زي ما هو عايز، فهو ممكن يرفع الحرج عنهم، لكن دي برضه بتاكد يعني الحاج محمد صلحي ان هو يعني تمسكه بالكابتن حلمي طولان يعني دي حاجه كويسه، وهو مقتنع طبعا بامكانياته، والكابتن حلمي يعني عامل حاله كويسه مع نادي الاتحاد السكندري. طبعا هو جاي على شغل الكابتن محمد عمر، وجاي على اللعيبه اللي كانت موجوده، اكيد نادي الاتحاد السكندري محتاج تدعيم في يناير زي ما الكابتن وليد صلاح الدين بيقول، لكن النهارده لو اتكلمنا عن مباراه سموحه والاتحاد، الصعوبه انك انت بتلعب سموحه في نفس الاسبوع يعني الكاس. في مباراه في الكاس النهارده، المباراه الثانيه المفروض الاتحاد داخل معنويات مرتفعه، لكن الكابتن وليد بيقول لك احنا كنا قلقانين النهارده، الشوط الاولاني اللي كان اخطر النهارده سموحه هو اللي راح في الشوط الاولاني بثلاث اربع فرص في الشوط الاولاني. طب انت شايف المفروض العكس، يعني المفروض الاتحاد زي ما انت قلت يبقى داخل بثقه، انا كسبان الماتش، عندي معنويات مرتفعه جدا، بقيت ممثل اوحد لمصر في البطوله العربيه، المفروض ان هو يبقى داخل هو الاعلى معنويات. المفروض، بس خلي بالك انت النهارده سموحه والاتحاد ده ديربي اسكندريه، فبتبقى يعني بتبقى مباراه فيها حماس زي ما كابتن وليد صلاح بيقولك، مباراه فيها عصبيه، كل فرقه او كل جهاز مش عايز يخسر من الجهاز الثاني، عشان انت بتتكلم في ديربي اسكندريه، سموحه والاتحاد من المباريات الكبيره. لكن النهارده اومد اكري لما جاء احرز الهدف بدا ثاني يرجع الاتحاد السكندري يسيطر على المباراه، بدا يضيع فرص مره ثانيه، لما جه الهدف في الثواني الاخيره، وزي ما كان بيقول بلال دلوقتي يعني كابتن طارق يحيى التوفيق غيب عنه حتى من بتروجيت. بتروجيت بصراحه ماتشات يعني حتى برضه بتروجيت كان ممكن يقدم مباراه كويسه ويكون كسبان يا كابتن ابراهيم، تلاقيه برضه يخسر المباراه في الثانيه الاخيره زي مباراه نجوم المستقبل. فعلا كان كسبان على ما اعتقد 2-0، النتيجه بتتحول لصالح النجوم 3-2، كذا مباراه تتقلب كذا مباراه. فالنهارده طبعا سموحه بيقابلوا سوء توفيق، بدايه مباراه بتروجيت بيخسر 1-0 هناك، بالرغم ان هو كان افضل في المباراه وهو اللي كان مسيطر وهو اللي بيضيع فرص. المباراه الثانيه كانت مباراه الكاس، خرج بضربات الجزاء من الاتحاد، والنهارده المباراه الثالثه يعني الهدف في الثواني الاخيره يعتبر مكسب للاتحاد السكندري. بص عايز اقول برضو على حاجه مهمه جدا بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري بص مش من الانديه اللي بتلعب كره ان هي بتعتمد على الاستحواذ، فاهم قصدي؟ يعني انت لما تبص على تشكيله نادي الاتحاد السكندري هتلاقي رزاز سيسي وخالد قمر وبناهيني في واحد محطه عندك، كل اثنين تانيين كل اهم ما يميزهم هو السرعه السرعه والانطلاقات، ده اهم ما يميز الاثنين اللي موجودين على الطرف. ما عندهمش البلاي ميكر اللي يقدر يمسك الكوره وينقل من رجل للرجل. طب تيجي كابتن طارق يحيى الاول وكان نكمل كلامنا بعد كده. كابتن طارق يحيى المدير الفني نادي سموحه، اهلا وسهلا بيك يا كابتن. أنا بيك يا ميدو، ازيك يا حبيبي ومنورين، وكباتن كبار معاك منورين يا حبيبي. والله يا كابتن احنا كلنا قلبنا معاك، لسه بنتكلم على سوء الحظ
الفظيع بصراحه اللي بيلازمك، حتى بنتكلم على ايام ما كنت في بتروجيت بتعمل ماتشات كبيره جدا وبتعمل اقناع كمان للجمهور بيتفرج عليك، لكن سوء حظ انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. والله يا بيدو الحمد لله، يعني نقول الحمد لله والشكر على كل حال. يعني المباراه طبعا بتاعتنا من اول دقيقه لاخر دقيقه الحقيقه. اخر دقيقه من الوقت اللي هو محتسب بدل ضائع يعني. طبعا بناهيك ان هو الراجل قال خمس دقائق ونهى المباراه في الدقيقه سته وشويه، يعني الدقيقه سته وشويه. يعني انا اعرف ان المباراه الوقت بيمتد في حالات نادره زي ضربه جزاء، لكن دي ضربه ركنيه. والوقت كان عدى بدقيقه وشويه يعني. للاسف الشديد الكره اترفعت وجت جول. لكن عزائنا الوحيد هو الاداء الجيد للولاد طول ال 90 دقيقه او 96 دقيقه. الكره الاخيره بس هي اللي يعني ما كناش مضغوطين فيها، لكن احنا كنا افضل، كنا احسن، انتشارنا كان جيد جدا، قدرنا ان احنا نتعامل مع مفاتيح لعب نادي الاتحاد السكندري بشكل كويس. وفي نفس الوقت كان لنا خطوره، احنا مضيعين اكثر من ثلاث اربع اهداف يعني. مش عايز اقول لك هو جول يعني الحقيقه. الشوط الاول طبعا محمود السيد، الشوط الثاني محمود منصور، يا ماضو لما نزل حسام حسن، حمدي زكي، لا جوان كتير جدا الحقيقه بعد النهارده. كنا افضل من الاتحاد بكتير، لكن هي دي كره القدم، طالما بتضيع هتستقبل. ويعني بعيد بس على الولاد عدم تركيزهم في الثانيه الاخيره، يعني دي الثانيه الاخيره يعني لو الراجل طفر والكره في الهواء ما كانتش دخلت. لكن بنقول الحمد لله يعني اداء سموحه اختلف عن الفتره اللي فاتت بكثير، ادائنا الحمد لله بقى افضل احسن. بتلعب الاتحاد السكندري وهو منتشي بفوزين ورا بعض، ضربات الجزاء علينا في الكاس وقبليها الزمالك، فطبعا عنده ثقه كبيره جدا غيرنا. احنا واخدين الفرقه بعد ثلاث تعادلات في الدوري الممتاز ثم خساره بتروجيت، لكن بنقول الحمد لله والشكر لله الاداء ان شاء الله بيتحسن بيتطور. عندنا مجموعه من اللعيبه كويسه، عايزين ثقه بس شويه، وان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر نعالج الاخطاء اللي حصلت النهارده ولو انها قليله جدا جدا بالنسبه ان انت بتلعب الاتحاد السكندري في اسكندريه برضو فرقه كبيره وفرقه كويسه مع جهاز فني محترم، لكن احنا تعاملنا مع المباراه بشكل جيد وقدرنا ان احنا نكون الافضل طوال 96 دقيقه. لولا طبعا هدف التعادل اللي جه، لكن كنا نطمع ان احنا ناخد 3 بونت كان هيفرقوا معانا جامد جدا. اكيد يا كابتن. نقدر لو مش عارف يعني. الحمد لله طبعا على كل شيء، انا عارف ان حضرتك شخصيه قويه جدا وصلبه وبتعرف تقوم بسرعه، لكن الاصعب من ده كله يا كابتن طارق ان انت تكلم اللعيبه وترجعهم تاني بعد سوء الحظ اللي بيقابلهم، بتقابل الكلام ده ازاي؟ والله يا ميدو بالكلام زي ما انت قلت والثقه ويتفرجوا على الماتش، يعني يعني اي مباراه احنا بنلعبها بنقعد مع بعضينا بنتفرج على الملخص بتاعها ووريهم السيطره اللي كانت موجوده، منها بترجع الثقه ليهم ان هم فرقه كويسه ولاعيبه كويسه. يعني المشكله كلها يا ميدو ان انت يعني ما بتبقاش الامور بايدك لوحدك انت بس، لا يعني في عوامل خارجيه تانية بتساعد على التعادل او المكسب او الخساره، فبالتالي بتقول لهم هذه المعلومات اللي بيها ترجع بيها ثقتهم، وهي الثقه مش مفقوده قوي، لكن انت بتتكلم على احساس اللاعب بالظلم. احساس اللاعب بالظلم ده احساس انت بتاخد وقت شويه عقبال ما تخرجه منه، لان انت بتبقى افضل، بتبقى احسن، بتبقى كسبان، وبعدين بيجي عوامل خارجيه اخرى بتخليك تخسر بنطين او ثلاثه بنط. لكن هو عموما قدرنا نحط ايدينا على مواطن الضعف في فرقه سموحه، وان شاء الله في يناير هيتم التدعيم بشكل مميز. انا كنت اسالك السؤال ده حالا دلوقتي، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هتلاقي فيه اداء افضل ان شاء الله واداء احسن لسموحه، اضافه لان احنا بقالي بالظبط حوالي 20 يوم بس فقط مع الفريق، لعبنا فيهم ثلاث مباريات، مباراتين اتعادلنا فيهم ومباراه خسرنا فيهم، مباراتين مباراه الكاس ومباراه النهارده، ولو ان احنا خسرنا بضربات الجزاء بس خلاص الوقت الاصلي والاضافي كمان انتهى بالتعادل، لكن ضربات الجزاء دي انت عارف انها ما بتبقاش يعني انت ليك يد فيها قوي، لكن هي توفيق من اللاعب، وفي نفس الوقت 20 يوم ما تقدرش تصحح كل حاجه في الدين. احنا صححنا حاجات كتير، اولا ثبتنا التشكيل وده ما كانش موجود قبل كده، كان في معاناه شويه في حته تثبيت التشكيل، ثبتنا التشكيل اللي حد كبير، مفيش غير ياسر ابراهيم بس الاصابه النهارده غاب، لكن كل الناس كانت موجوده، تغيير واحد فقط اللي حصل او اثنين بالكثير، وده راجع لاصابات، لان احنا لعبنا 120 دقيقه من اربع ايام، فكان لازم اريح بعض اللعيبه
فما ريحناش حد كتير غير هو لاعب واحد واصابه ياسر ابراهيم. فده بيدي برضو هارموني شويه، بيدي انسجام شويه، بيدي استقرار شويه للتيم، وان شاء الله الفتره اللي جايه يحصل استقرار اكتر باذن الله، والاداء يتطور احسن من كده، والنتائج بقى تيجي ان شاء الله. اكيد يا كابتن، اكيد هو سوء الحظ يعني ما بيقعدش كتير، ان شاء الله تكسر سوء الحظ ده. يعني يا كابتن كنت اسالك على صفقات يناير، حضرتك قلت لي ان شاء الله في صفقات، لكن في صفقات تمت بالفعل؟ يعني تمت بالفعل، مش هقول لك هتجيب مين، لا، في ان شاء الله باذن الله في صفقات تمت بالفعل، وان شاء الله باذن الله هيعلن عنها المهندس فرج عامر في وقتها ان شاء الله، يعني في نص يعني في اخر الشهر بتاع 12 ده اللي احنا فيه. عادي زي اي تيم بيجدد فرقته او بيدعم فرقته. الصفقات الحمد لله قدرنا ننجح بشكل كبير جدا في استقطاب مجموعه، احنا عايزين 5 لعيبه فقط، 5 اماكن، والحمد لله بفضل الله استقرينا عليهم بشكل كبير. يعني في 2 خلصوا، وفي ان شاء الله في الطريق 2 كمان. في حد من فيتا كلوب يا كابتن طارق كان سموحه خلصوا بالفعل؟ لسه والله يا ابيدي، لسه الكلام ده كله يعني في اطار المفاوضات، لكن احنا اوريدي خلاص الحمد لله تعاقدنا مع 2 لعيبه مش هيعلن عنهم غير باذن الله لما يخلص شهر 12، ونبدا في شهر 1 بقى ان شاء الله باذن الله مع التدعيمات اللي هنقدر ان احنا نجيبها لسموحه في الاماكن اللي احنا محتاجينها، مش عايزين نزروت الدنيا يعني، هي 4 5 اماكن بكثير هنقدر ان احنا ان شاء الله باذن الله ان احنا يعني لك ان تتخيل مثلا ما عندكش باك ليفت واحد، ما عندكش حارس مرمى واحد دلوقتي. يعني انت الولد اللي لعب 17 سنه ماتش الاتحاد في كاس مصر ادى اداء جيد، طبعا ضربات الجزاء ده لا ما اقدرش الومه عليها، ده 17 سنه تمام، بتكلم في مواليد 99 يعني، ولد لسه اول مره يلعب مباراه رسميه في فريق سموحه الاول، ومع ذلك ادى كويس، لكن ضربات الجزاء طبعا دي خبرات، في فرق كبير ما بين لاعب عنده خبرات كبيره ولاعب لسه اول مباراه في حياته ويتصدى ويبقى فيها ضربات جزاء، فدي برده نقطه لابد ان احنا نبص لها كتيم، اكيد نبص لها كجهاز فني واداره نادي ان شاء الله، واحنا عاملين الكلام ده كله مع المهندس فرج ان شاء الله ومجلس ادارته، وان شاء الله نقدر ندعم الفريق بشكل كويس في يناير باذن الله. ان شاء الله باذن الله، مش عايزك تزعل يا كابتن طارق، وان شاء الله انت عارف الدنيا بتمشي يعني، والكوره اكيد حضرتك طبعا ياما وقعنا وقمنا، فما تزعلش، وان شاء الله ادائك بيشفع لكل الاخطاء الفرديه اللي عندك، وان شاء الله في يناير تدعم وترجع تاني، ترجع زي الاول بسموحه باذن الله. كابتن طارق الحقيقه انا موافق معاك ان في الثقه موجوده، وانت الشوط الاولاني مضيع جونين محققين في الدقيقه، محمود سيد وميد اوكي، الحقيقه جونين ما يضيعوش ابدا، قبل ما تجيب الجون برضه في الدقيقه 5 من الشوط الثاني وميد اوكي الكره بالعرض لو لحقها كان هيبقى هدف اكيد، لما نيجي نبص على الاتحاد السكندري ما ضيعش ولا هدف الا الكره اللي جت فيه الجون، فالثقه موجوده، محتاج بس شويه توفيق بس ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله تكسب ماتش كده والدنيا هتمشي معاك ان شاء الله يا كابتن طارق. ان شاء الله يا كابتن ابراهيم، ما تحرمش منك كابتن. او اذبح بقى يا كابتن طارق، انا عايز اقول لك كده، عايز اطلعك من الجو اللي انت فيه ده، اذبح بقى اي حاجه بقى. والله لا والله انا الحمد لله كويس وراضي بقضاء الله يعني الحمد لله. احنا كنا نطمع للثلاثه بونت مع الاداء الجيد ده هيفرق مع الاولاد جامد، انت تتخيل ان انت بتعمل اداء عالي زي ما قال الكابتن ابراهيم وانت قلت والكباتن في الاستوديو قالوا دلوقتي، بتعمل اداء عالي وتكسب، ده بيديك ثقه كبيره جدا، بيديك ثقه في نفسك كبيره. بالظبط صحيح احنا خسرنا بونتين، لكن احنا كسبنا النهارده لعيبه، كسبنا تيم محترم، كسبنا لعيبه كويسه، كسبنا الحمد لله الروح اللي موجوده اللي جابت سموحه من جديد، كسبنا الضغط في نص الملعب بشكل كبير، كسبنا حاجات كتيره جدا طبعا بنقولها بينا وبين بعضينا، لكن هي طبعا النتيجه ما جاتش على زي ما احنا عايزين، لكن بنقول الحمد لله والشكر على كل حد قدر الله وما شاء فعل. ان شاء الله كابتن ربنا اكيد شايل لك الخير، شكرا جدا ليك وما تزعلش، وان شاء الله نشوفك في الدور الثاني اقوى من كده بكتير باذن الله. كابتن طارق يحيى المدير الفني لسموحه، شكرا جدا على هذه المداخله. كنت بتتكلم يا كابتن اسامه وانا قطعتك، معلش. ايه؟ انت نسيت كنت بتتكلم في ايه؟ هو باين في نبره كابتن. ليه حق يزعل والله؟ لا اداء الحقيقه سموحه محتاجين بس شويه توفيق، الثقه موجوده وكل حاجه. انا مش زعلان عليه، بينقلوا، انا زعلان عليه من بتروجيت، بينقلوا من رجل لرجل وبيبتدوا الهجمه كويس قوي وبيتحركوا كويس قوي، واللعيبه ممتازين يعني مجموعه متميزه جدا، قدر في فتره قليله اللي مسك فيها ان هو يوصلهم للشكل الممتاز اللي شفناه النهارده،
انا متهيألي مع التدعيم اللي هو بيقوله في الراوند الثاني هيبقى سموحه ليه شكل افضل من كده بمليون مره. يعني عموما سموحه لسه في المركز السادس والاتحاد السكندري في المركز الثامن. سموحه لعب 15 مباراه والاتحاد لعب 17 مباراه، لسه لسموحه مباراتين على الدور الاول. نروح لمباراه ثانيه، انبي والنجوم. انبي برضو علي ماهر لسه اول مباراه ليه امام النجوم. احمد سامي متحفز دائما، كانت مباراه صعب على الفريق. لا والله الماتش كان حلو قوي. الفرقتين عملوا اولا عملوا كوره ممتازه. مشكله النجوم انه بيجي له التركيز بيجي له متاخر شويه، يعني الجون دخل فيه في الدقيقه 5 من الشوط الاولاني، فالفرقه ارتبكت شويه، انما قدروا يعدلوا مواقفهم وبينقلوا كوره سهله جدا وهاجموا. يعني الجون اللي دخل فيهم ادالهم ثقه، ابتدوا يهاجموا فريق انبي وضيعوا اكتر من هدف، وربنا كافئهم في الشوط الثاني. الحقيقه صلاح الحقيقه يعني خبراته واخد ضربه جزاء بخبراته، لا بخبراته يعني وقف على صدره وبعدين خدها خطوه لجوه، جاب المدافع وراه ملوش حل. بس يعني ضربه جزاء 100% بجد 100%. يعني ملاش حل، ده رايح منفرد بالجول. انا اتفرجت عليها كذا مره ما شفتش فيها ضربه جزاء. لا رايح منفرد بالجول. شهادتك مجروحه كده. نعم شهادتك مجروحه. ليه لا 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 لا, لا والله لا والله بالعكس. الراجل اولا الفرقه الوحيده اللي بتعتمد على مجموعه كبيره جدا من الناشئين. يعني هو يعني مصمم على النظام بتاعه انه هيعتمد على الناشئين، وهيبقى عندنا دجله كمان التطوير في اقل عدد. يعني عنده بس ثلاث لعيبه بس جايبهم من بره، ومش هيدعم في يناير بالصوره المطلوبه، يعني هيعتمد برضه على الناشئين برضه يعني. اكيد فربنا يوفقهم ان شاء الله الفتره اللي جايه. يعني ركز، مش مجروحه ولا حاجه يعني. انا بقول اللي انا شفته. لا حبيبي، لا حبيبي مش هسكت يعني. الانبيا كابتن بلال والنجوم زي ما قال الكابتن ابراهيم، يعني كانت مباراه ممتعه شويه. مدربين علي ماهر عايز يقول انا موجود، وعايز كانت اول مباراه تفرق كتير جدا بالنسبه له بعد سلسله هزايم للاسف برضه خالد متولي. كان نفس سوء الحظ اللي بيقابل كابتن طارق يحيى كان بيقابل خالد متولي في انبيا. لكن انبيا كالعاده بيحرز هدف وبيتلقى هدف في الشوط الثاني. بص شوف انبيا برغم ان هم فرقه بتأدي كره كويسه، رغم ان هم من أسوأ الدفاعات اللي موجوده في الدوري العام اللي موجود، انبي دخل في مرمى 26 هدف. هو ثالث أسوأ دفاع في الدوري العام الى الان. عشان بس الناس لما تيجي تبص على النتائج او تبص على ترتيب جدول الترتيب فبتقول لك انبي ليه هو متزايل جدول الترتيب رغم ان هو لعب 16 مباراه. بص على انبي النهارده 26 هدف في 16 مباراه. يعني انت بتتكلم بواقع هدف ونص تقريبا، او يعني كل مباراه تقريبا بيدخل فيها انبي بانبي اجوال. النهارده لو اتفرجت على معظم الشوط الثاني بتاع النهارده مباراه انبي او الشوط الاول كمان، هتلاقي دايما على طول الدفاعات بتاعت انبي ما عندهاش تنظيم، مفيش اي تنظيم دفاعي خالص النهارده، مش موجود، مفيش اي تمركز سيء جدا، اوقات كتيره جدا. يعني النهارده في كورتين النهارده، يعني انا شفت الكورتين ابراهيم تقريبا، ابراهيم كان مغطي كانه بيلعب ليبرو، كان مغطي الثلاثه ابراهيم يحيى مغطي كانه بيلعب ليبرو. يعني النهارده انبي هو المفروض بيلعب اربعه او ثلاثه في خط الدفاع، هو النهارده الراجل بيلعب ليبرو، فكل كره مغطيها الاوفسايد. النهارده ممكن لو كان في شويه تركيز اكتر من كده من فرقه النجوم في الهجمات المرتده كان ممكن النتيجه تطلع 3-4 لصالح النجوم النهارده. مع انت تتكلم ابراهيم يحيى ورامي صبري اثنين، يعني اسمائهم. شوف انت تتكلم في الاسماء ولكن انا بتكلم في التنظيم. انا بتكلم على التنظيم الدفاعي. ما ينفعش يبقى انا النهارده بلعب تنظيم دفاعي وانت سايب الاطراف بتاعتك مفتوحه، وانت العمق كمان كل كوره في العمق ممكن تروح انفراد لفرقه النجوم، بالرغم ان الامكانيات فروق الامكانيات لما تيجي تحسبها اكيد لصالح انبي على على أرض على على الورق زي ما احنا بنتكلم. لكن طريقه اللعب اللي لعب بيها احمد سامي النهارده جيده جدا. قدر النهارده يكتشف ان في مشاكل كبيره جدا في دفاعات انبي ولعب عليها بشكل كويس جدا. النهارده كان بيلعب على اطراف الملعب في اوقات كتيره جدا، كان في اوقات كتيره جدا بيلعب في عمق الملعب زي الهدف اللي اتكلم عليه كابتن ابراهيم، كره ملعوبه. يعني لما تكون انت بتلعب وبتدافع قدام ال 18 بتاعك ما ينفعش يبقى النهارده الفرد واقف لوحده. النهارده صلاح امين جاي لوحده، يعني صلاح امين وهو بيتحرك في الكره لما تلعب له الثرو باص لا مغطي ابراهيم، في واحد واقف مغطي. بس اذنكم اخد كابتن احمد سامي المدير الفني للنجوم. كابتن احمد اهلا بيك. كابتن احمد نجيبه تاني. طيب نعم كابتن احمد اهلا بيك. اهلا بيك، ازيك يا كابتن ميدو؟ انا عمال ارحب بيك، ازاي ما كنتش سامعني؟ لا سامع.
اقول لك مبروك ولا كنت عايز ثلاث نقاط؟ لا في مشكله انا كابتن انا سامعك كويس. تمام اتفضل يا كابتن. انا بسلم طبعا على الكابتن اسامه حسني والكابتن احمد بلال وكابتن ابراهيم عصام طبعا. ربنا يخليك كابتن احمد. ربنا يخليك يا ابو كباتن. الله يخليك. لا انا النهارده ميدو انا كنت طمعان في الثلاثه بونص الصراحه. بس طبعا انا بكلمك بمنتهى الامانه، احنا عملنا ماتش كبير جدا من ناحية التكتيكية والبريس وتحركات الجبهات، بس طبعا اخر 10 دقائق انا حسيت كده قلقت من الماتش شويه، ممكن يجي فيها كورنر فاول، فانا بصراحه حافظت على البونت. مع ان دي مش عادتك. لا بس هو الماتش ده صعب لان الفرقه دي تحتيه على طول، فانا ممكن تيجي في الجون ماتش يعني بيقلب يعني ساعات الطمع ممكن تزعل الماتش قوي. بالظبط بالظبط. كابتن احمد ضيعت فرص كتير. لعبت على سلبيات انبي اللي انت كنت شايفها ايه؟ انا بص يعني انا بشتغل مع اللعيبه، قلت لهم من كل اللعيبه زي بعض، انت خلي لازم اهم حاجه يكون عندك شخصيه وتنفذ الكلام اللي احنا بنتمرن عليه. المشكله الكبيره انا مش عايز امرن على حاجه، انا كنت بقول للعيبه مش عايز امرن على حاجه واجي في الماتش انت تعمل الحاجات المختلفه. تمام. أنا عايزك تحافظ على نواحي التكتيكيه والتحركات. تمام. اللي بيشتغل عليها. تمام. وتبقى على فترات كبيره من الماتش مش فترات متقطعه. هو احنا كان نسبه الاستحواذ احسن وبنشتغل جبهات احسن وضعنا فرص اكتر، يمكن هو اول خمس دقائق هي اللي حصلت المشكله دي دخل فيها جون وده وارد في الكوره. بس الحمد لله احنا احسن طوال فترات الماتش. اكيد هيبقى في تدعيمات في يناير يا كابتن ولا مش ناوي؟ يعني لا لا طبعا في مراكز انا عندي ما فيش الا واحد بس. ما عندي مشكله، فانا طبعا التدعيمات مش هتبقى كبيره بس على قد اللي انا محتاجه بالظبط يعني. طموحاتك تختلف الدور الثاني يا كابتن؟ لازم يبقى لازم انا طبعاً. انا عارف انت صريح جدا فبدخل لك في الاسئله مباشره بصراحه، يعني ما بلفش وادور عليك في الاسئله. لا انا يعني بص طموحي الدور الثاني انا ابقى في نص الجنه. ده طموحي. ان شاء الله اللعيبه تساعدني ونبقى حته الاستمراريه مهمه قوي يا ميدو. مشكله كبيره انت أكيد. انت عندك اللعيب في مصر غير بقى طبعا لعيب الاهلي والزمالك ولعيب المنتخب منتخبات ما بيدكش خمس ست ماتشات ورا بعض بنفس الاداء والروح. بالظبط. بيبقى متقطعه برضه. بالظبط. دي اللي عامله لنا ازمه شويه بعد ال 10 بونت اللي خدتهم، حصل الخسارتين برضه مقصه، وخصوصا ماتش المقصه ده ماتش ما خسروش خالص. لان احنا غلطاتنا هي اللي خلتنا نخسر. وما كناش بنأدي بنفس القوه والاداء الماتشات اللي فاتت. وماتش بيراميدز اديناه بروح قتاليه عاليه، كنت انا شغال نواحي دفاعيه بس. كان سيناريو واحد بس في الماتش ده اللي انا كنت حاطه، وكون مرتدات على كده بمنظمه بشكل معين. لكن الماتش ده انا ضغط من قدام، وماتش انبي انا كنت طمعان ان انا اخد الثلاثة بونت واكيد انت عامل حساب الماتش الاهلي الماتش اللي جاي، فاكيد كنت عايز تاخد ثلاث نقاط. بالظبط علي. وانا عايز اخلص هو اخر ماتش المؤجل ماتش الاهلي اخر ماتش، وانا كنت نفسي اوصل نقطة 19 الماتش ده. برضو ورقه وقلم ورقه وقلم الاهلي نسبته اكبر بكتير ان يكسبني. فانا برضو ده مش معناه ان يعني مش معناه ان هلعب ماتش عادي لا. بس انا بتكلم ورقه وقلم بره الملعب. فرقه الاهلي فرقه طبعا كبيره جدا، وكانت حصل لها الدروب ده اللي بعد البطوله العربيه، لكن هي رجعت بعد ثلاث ماتشات والاداء اتحسن بكتير. بالظبط بالظبط. يعني النادي الاهلي بعد البطوله العربيه على طول ماتش المقاولين غير ماتش الاخير خالص خالص. مختلف خالص. يعني اكيد انت عامل حساب الماتش ده كويس جدا، مش عايز اقول لك هتفكر فيه ازاي، لكن ممكن تتكلم مع اللعيبه في ايه؟ بص هي حته النادي الاهلي ما النادي الاهلي فرقه مميزه جدا وشخصيه كبيره وقويه وكل حاجه، بس النادي الاهلي وقت من الاوقات وانت حتى شغال حتى معاه في الملعب، لو انت غلطت او غلطه في مناطق ريسك معينه بيستغلوها على طول. فحته التركيز طوال الماتش دي مهمه جدا بالنسبه للعيب بالنسبه لنا. اكيد اكيد. عندك سلبيات يا كابتن احمد بتعاني ان انت تعالجها؟ ما انا بقول لك حته الاستمراريه بس. هي الاستمراريه في الاداء العروض الجيده. بالظبط الاستمراريه. بنعمل ماتشين ثلاثه وفي ماتش كده ما اعرفش ايه اللي بيحصل برضه، يعني مش بتاعتك قوي، يعني انت بتبقى شغال في كل حاجه من نواحي نفسيه ونواحي تكتيكيه وبدنيه وتحفيز وكل حاجه. في حاجات بقى اللعيب بقى بينه وبين نفسه ما تعرفش ايه اللي جواه شغال.
وبتحصل لك في مجموعه لعيبه مش في واحد او اثنين او ثلاثه، ما تقدرش انت بتبقى حتى التغييرات ما تقدرش تتحكم فيها، بتبقى اكتر في لعيبه اكتر وحشين في الملعب. ده في معظم اللعيبه خلي بالك، مش عندك بس، في معظم الانديه. بالضبط. يعني لسه كنت بتكلم مع كابتن وليد صلاح الدين نفس القصه في الاتحاد السكندري، عاملين نتائج روعه ويجي في ماتش ما تلاقيش الفريق خالص. ما هو عشان بس ما تعرفش العيب فين بالظبط. لا اقول انا عارف العيب فين، ثقافه اللعيب مش ثقافته ان هو متعلم ولا مش بالظبط. ايوه الثقافه العامه، ثقافته الكرويه بيطلع لك من تحت. وكابتن ابراهيم اضرب الكلام ده، بيطلع لعيبه كتير من تحت ما عندهاش الثقافه اللي هي تقدر توازن الامور والمواقف المتكرره في الملعب. بس لكن هي حته ثقافيه في مصر كلها مش في نادي معين يعني. انا بتمنى لك التوفيق يا كابتن احمد. عن نفسي انت عارف يعني انا بحبك كمدرب وشخصيه تدريبيه جميله جدا. كل التوفيق ليك ان شاء الله مع الفريق وتعمل اللي انت عايزه باذن الله. لا والدور الثاني برضه، الدور الثاني هيبقى شكلك احسن، لان اللعيبه اللي عندك كلهم اعمارهم صغيره ولسه ما خدوش الخبره بتاعت الدوري الممتاز. فانا شايف ان الدور الثاني هيبقى في صالحك 100% ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن ابراهيم، ربنا يخليك. مش مجروحة برضه. شكرا جدا ليك يا كابتن. بالتوفيق يا كابتن ابراهيم. شكرا جدا. اعمل لي اي حاجه اعرف. احمد مستقصدني. اتفضل يا فلان. فعايز اقول لك كابتن علي ماهر عنده مهمه كبيره جدا مع دفاعات انبي. دفاعات انبي واضح النهارده تركيز الدفاع مش موجود، التمركز الدفاع مش موجود، المراقبه الجيده مش موجوده، خطوط انبي متباعده بشكل كبير جدا. حتى كمان المدافعين يا اما بيلعبوا قريبين جدا من بعض يا اما فاتحين قوي والمسافات اللي ما بينهم بعيده جدا. عشان كده النهارده بقول لك لما تتفرج على الشوط الثاني، الشوط الاول اجاد انبي بشكل كويس، كان في سرعه في اللعب، كان في سرعه في الاداء، كان في رغبه في المكسب الى ان سجلوا الهدف. وحتى كمان بعد الهدف كان في شويه برده محاولات على المرمى. الشوط الثاني الامور اختلفت بشكل كبير جدا لما ضغط فرقه النجوم. يعني خلاص ابتدينا نشوف المشاكل الدفاعيه اللي موجوده عند لعيبه انبي. الضغط كمان مش ضغط جماعي في الملعب، يعني النهارده ممكن تضغط على اللعيبه على الفرقه اللي قدامك، ولكن الضغط المفروض يبقى ضغط جماعي يا كابتن. الضغط النهارده فردي، في لعيب بيضغط والتاني ما بيضغطش. النهارده لعيب بيغطي، يعني النهارده اكتر من كوره واحد من الاثنين، رامي صبري بيغطي تمام قدام الثلاثه، او ابراهيم يحيى برده بيغطي قدام الثلاثه، فبيدي فرصه كبيره جدا للمهاجمين ان هم يستلموا داخل ال 18 وهم منفردين. يعني عندهم مساحات، عندهم مساحات يقدروا يشتغلوا. طبعا الهدف اللي جه النهارده ابراهيم مش متذكر، ابراهيم يحيى اللي كان مغطي تقريبا الهدف، اتلعبت ثرو باس ابراهيم يحيى اللي كان مغطي لصلاح امين. لصلاح امين يعني كره بسيطه جدا قالب بيها كره قدم. انك لازم التمركز بتاعك يكون جيد عشان ما تديش فرصه للمهاجم ان هو يستلم في مساحه. فالنهارده في لازم كابتن علي ماهر يشتغل الحته دي بشكل كويس جدا، وانا واثق تماما ان هو هيقدر يغير الحته دي في الفتره اللي جايه، عشان فرقه انبي كلاعيبه داخل الملعب يستحقوا ان هم يكونوا موجودين في مكان اكبر من كده. ضربه جزاء ممكن تكون من بره. انا شايف كابتن ابراهيم ممكن تكون من بره. لا انا بتبص لكابتن الجزاء بدون ما العرقله من بره، لكن الخط بيعتبر داخل الخط ال 18. حسن عمالها ممكن تكون من بره يا ميدو، ممكن تكون من بره. من بره ممكن تكون من بره. انا كنت هشهدك انت على شهادتك انت على الرأي. ممكن تكون من بره، الحكم حسابها من جوه. الحمد لله الحمد لله. لكن يستحقوا التعادل يا كابتن. لا والله يستحقوا المكسب والله. الشوط الثاني والله يستحقوا المكسب. انا بتكلم على انبي والله. انا بكلم وسام على انبي يستحق التعادل ولا لا؟ خلي بالك النقطه اللي قالها بلال دي مهمه جدا. يعني لو بصينا على مباريات الدوري انبي بيسجل ممكن في معظم المباريات، لكن في كل المباريات هتلاقيه بيتلقى اهداف في مرماه. لازم يشتغل على الحته الدفاعيه. وخلي بالك في سنين طويله كان انبي هو المنافس القوي في الدوري بسبب ان دايما عنده دفاعات قويه جدا. يعني لو بصينا على اسماء اللي لعبت في تاريخ انبي هتلاقي دايما كان ماز انبي هي الناحيه الدفاعيه. فهو لازم يشتغلوا على الحته الدفاعيه دي. كابتن علي ماهر طبعا لسه داخل على الفرقه جديد، لسه بيتعرف على امكانيات اللعيبه، شغله لسه هيظهر مع المباريات اللي جايه. لكن لازم نشيد طبعا بكابتن احمد سامي من المدربين اللي هيكون ليهم شان ان شاء الله في الدوري الممتاز. الدوري السنه دي بدات فيه مدربين تظهر. كان زمان العمليه بتقتصر على 3-4 مدربين هم اللي واخدين الشو زي ما بيقولوا. دلوقتي لا، بقينا شايفين عماد النحاس داخل بقوه ما شاء الله، بيأدي اداء رائع. احمد سامي من الاسماء اللي داخله. هنشوف علي ماهر، يعني هنشوف اسماء الوجوه الشابه الصاعده دي في الدوري. فاحمد سامي عاجبني حتى لما كان متولي القياده الفنيه في الجيش برضه. بيعجبني اسلوبه، السيطره على اللعيبه في وقت من الاوقات، بيلعب كره هجوميه، بيجازف، مش متحفظ دايما دفاعيا. فريق النجوم
وهو بيتكلم الكابتن احمد سامي في حته التدعيمات مهم جدا عشان يواصل، خاصه ان الدور الثاني كتورين هيبقى قوي جدا، مباراه قويه محتاج دعم. ايه نوعيه اللعيبه اللي دعم بيها؟ النجوم عنده عناصر خبره في حراسه المرمى، احمد سعد عنده في خط الدفاع، محمود فتح الله عنده، اسلام الفار لاعب شويه في الدوري الممتاز، صلاح امير وعنده صلاح امير بالزبط. في كل خط عنده عنصر خبره فارق قوي مع اللعيبه، فمحتاج التدعيم في شهر يناير لازم يبقى مزيج ما بين الخبره ما بين الشباب. ما ينفعش ان كله هيبقى، بس ابراهيم قال لك مفيش تدعيم كتير، خلي بالك. لا هو صلاح امين لو لقى التدعيم من خط الوسط يعني يعاونوه ان هو يجيله قوه كتير، هو ما بيجيلوش قوه كتير. صلاح امين ممكن يمشي اصلا، ما بيجيلوش قوه كتير، خلي بالك في حاجه. صلاح امين ممكن يمشي، خلي بالك يا كابتن ميدو، جاي له عروض كتير. لا بص خلي بالك، صلاح امين في فتره تعور فيها واتصاب، شفنا مستوى النجوم تاثر جدا طبعا بغياب صلاح امين طبعا. فالنهارده لازم تشوف برضو البديل، لو لا قدر الله صلاح امين مش موجود مصاب او مشي حتى، لا بس انا سمعت انهم مش هيبيعوا حد في يناير، فحتى لو صلاح امين حصل له حاجه على معلومه مين هيعوض مكان صلاح امين؟ فلازم يبقى عندك عناصر الخبره في داخل الراوند الثاني من قطاع الناشئين، داخل اثنين لعيبه كويسين الدور الثاني قوي، الدور الثاني قوي، مش هتقدر تعتمد على الشباب بس، لازم تعتمد برضو على عناصر الخبره اللي هم دول فعلا شايلين نجوم، النجوم هم عناصر الخبره الموجوده. كان ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ لا ضربه جزاء، انا مصمم مش ضربه جزاء يا بلال. فيها وعليها. طب طلعنا فاصل عشان نتكلم بقى على الاهلي، عشان نشوف ضربه جزاء. يلا طلعنا فاصل. ماشي فاصل. حضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في ملعب الاهلي، واكيد لازم نتكلم عن مباراه الاهلي وجيما الهامه جدا يوم الجمعه المقبله. كابتن ابراهيم، مباراه مهمه جدا، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى في المشوار الافريقي، لسه احنا ما كملناش كام شهر. الاهلي الحقيقه بيقابلوا ظروف صعبه جدا في المعترك الافريقي، حته القايمه العدد قليل جدا، ناس من اللي في القايمه عندهم اصابات، بالتالي احنا مش هنكمل ال 18 16 لعيب في الماتش الجاي، 16 لعيب 16 مش هنكمل ال 18 احنا رايحين، بالتالي في مراكز هتبقى يعني هتبقى في عمليه اختيار صعبه جدا لمحمد يوسف حته مركز المساك. يعني خلاص مفيش غير هاني وكل بالي بالظبط كده. لو عندك اقتراحات تانية قول. يعني انا عندي كذا اقتراح، يعني ممكن هاني يدخل جوه، كريم ندفد يلعب ناحيه اليمين، وهاني يدخل جوه يبقى مساك. ما هو هاني وكل بالي وكريم ندفد يلعب باك يمين زي ما لعب المره اللي فاتت بالظبط. مفيش غير كده. او ايمن اشرف يدخل جوه يمسك يبقى مساك مع كوليبالي، واسلام محارب ممكن يلعب ناحيه الشمال. ده الحلين. ايه الاحسن يا كابتن؟ لا انا الاحسن ان ندفد يلعب ناحيه اليمين، لان احنا جربناه في ماتشين، عمل ماتشين كويسين قوي قوي قوي، ومستواه اتقدم جدا جدا. وبعدين محمد هاني لعب المساك قبل كده مع النادي الاهلي في ماتش، فانا متهيألي الاقتراح الاولاني اللي انا بقوله افضل بكتير. ايه رايك يا بلال؟ بص على حسب ان المهاجمين اللي هيكونوا موجودين في فريق جيم، اسمه جيما مش كده؟ جيما تمام. لو هم اطوال القامه هيبقى صعب تحط محمد هاني، جميل صعب تحط، لان خلاص الفرق اللي بتيجي تلعب النادي الاهلي هنا في مصر بتعتمد على الكرات الطويله، الكرات العاليه او الضربات السبعه. فانت النهارده مطالب ان الاثنين السترد باكات النهارده يكون ذو قامه، خاصه ان انت كمان يعني بتعتمد على هجمات مرتده وبتعتمد على الكرات السبعه. عندك هاني واشرف اعتقد ان هم نفس الطول، نفس الطول. ايمن اشرف اقل كمان. ايمن بص خد بالك، يعني ايمن عشان مارس المكان ده بشكل كتير جدا، تمام، ولعب في الحته دي كتير قوي مع النادي الاهلي، ولعب مع سموحه ولعب مع كتير بالزبط. لكن هاني كان بعيد الفتره اللي فاتت، يعني هاني لعب الكلام ده اعتقد ماتشين تقريبا او ثلاثه الفتره اللي فاتت، ماتشين بس السنه اللي فاتت، ماتشين بس الموسم اللي فات، ماتشين الموسم اللي فات، وكان ماتشين خد بالك بالظبط، وكان ماتشين كمان انت النادي الاهلي كان حسم بطولة الدوري، ما كانش عليك اي ضغط خالص، لكن النهارده طلع في افريقيا لا تحتمل ان يجي فيك هدف. فاحنا القلق كله انك انت النهارده وانت بتلعب على الكرات الثابته اللي ضدك لازم يكون عندك اطوال، لازم يكون عندك لعبه الكلام ده. كوليبالي موجود، انا من رايي ايمن اشرف، وتحط واحد من الاثنين التانيين، يا اما تحط اسلام محارب، يا اما تحط ميدو جابر، والاثنين اعتقد انه لعب الحته دي. النادي الاهلي بشكل كبير جدا، تمام، في المباراه اللي في مباراه بكره يوم الجمعه
هيهاجم بشكل كبير قوي. فاعتقد ان هيبقى الدور اللي موجود للاثنين اللي موجودين على طرفي الملعب هيبقى دور هجومي اكتر منه دور دفاعي كمان. لان انت مش هتلاقي، ما اعتقدش ان الفرقه دي هتيجي تمسك كرة وتلعب كرة من رجل لرجل وتلعب النادي الاهلي الند بالند او هيد تو هيد يعني في المباراه اللي جايه دي. اعتقد النادي الاهلي هيهاجم من بدايه المباراه بشكل كبير. نص ملعب بتاع النادي الاهلي هيبقى دايما حاطط فرقه جيما قدام في نص ملعبها، بيحاول ان احنا نهاجم اكتر، فاحنا المردود الهجومي بتاعنا في المباراه بتاعت الجمعه هيكون اكتر بكتير من المردود الدفاعي. القلق بس في الكرات الثابته في الاطوال اللي موجوده. يعني لازم يكون في اطوال كبيره موجوده. ان انت وارد جدا، ودي كانت مشكله الاهلي في فترات كبيره، ان انت الاهداف اللي بتدخل فينا كلها من ضربات ثابته، الاهداف اللي بتدخل فينا من كلها من كرات عاليه. فاحنا مش عايزين الحته دي تتكرر في المباراه اللي جايه. هدف داخل ملعبك يعطل لك الدنيا بشكل كبير، يعرض لك الموضوع بشكل كبير. فانا من رايي الشخصي يعني تمام ان يلعب ايمن اشرف وجنبه كليبالي، ويلعب مثلا محمد هاني او كريم ديفيد واسلام محارب او محمد جابر، واحد فيهم يلعب ناحيه الشمال، خاصه ان انت مش هتلاقي لعيبه بتضغط عليك قوي، فمحتاج ان انت الباكين بتوعك تمام يدافعوا بشكل جيد جدا. بالظبط تبقى انت اللي بتهاجم دايما، هم بس بيلعبوا على الكاونتر اتاك. مش هيبقى عليهم ضغط. بالظبط مش هيبقى عليهم ضغط كبير جدا. وانت عايز انت بس عايز تحط اكبر لعيبه عندها امكانيات هجوميه في المباراه. والاولويه يعني اكد كلامك، الاولويه دايما للعمق الدفاعي. اكيد طبعا الاولويه للعمق الدفاعي في المباريات اللي بتلعبها على ملعبك، خاصة حتى ولو بره، خاصة يعني الناس فاهمة العكس. خاصة خد بالك ان دي فرقة كابتن امكانياتها المفروض ان هي امكانيات محدودة. ممكن يكون السلاح بتاعهم سرعة في العمق الدفاعي، او كرة عالية او كرة ثابتة. هي دي بس الامكانيات اللي موجودة. انما كفرقة ان هم يلعبوا كرة ويلعبوا جيم مفتوح، بالعكس انت النادي الاهلي محتاج فرقة زي كده، محتاج ان فرقة تلعب جيم مفتوح، تلعب كرة كرة من رجل لرجل عشان تقدر تلعب معاهم ويقدر يكون موجود عندك مساحات. لكن اعتقد ان هم يلعبوا زين ديفنس ويلعبوا على الهجمات المرتدة السريعة ويلعبوا على كرات الثابته. يعني انت موافق على الاقتراح الثاني؟ يا كابتن موافق على الاقتراح الثاني. جميل. ايه رايك يا اسامه؟ انا رايي العب بسليف كلوبالي ومحمد هاني اثنين مساكين، وما احاولش اغير جوه الفريق كتير. يعني خلاص ايمن اشرف شغال في الناحيه الشمال، يفضل زي ما هو. كريم نيدفيد ناحيه اليمين، سليف كان بيلعب الفتره اللي فاتت مريح بس ماتشين، ادخله ثاني مساك. هو التغييره الوحيده ان محمد هاني يدخل وهو لعبها المباراه اللي فاتت، ونفس الشكل يبقى هو الشكل العام بتاع النادي، ما لعبش كتير في اللعيبه. عندي عمرو السوليه، عندي هشام محمد في وسط الملعب، عندي الخط الهجومي الامامي بقى في وليد سليمان، ابتدي مين من اول المباراه، في محمد شريف، في مروان محسن، في العناصر دي كلها نفس هي المشكله في الخط اللي ورا. احنا بنتكلم عن المشكله اللي في الخط اللي ورا، انما خط النص والهجوم يعني عندنا بس انا اقول لك ما شاء الله يعني مجموعه متميزه. انا شايفه حسام عاشور وهشام محمد وعمرو السوليه، اعتقد ان كريم نيدفيد هيلعب باك يمين فعلا. وهيلعب هاني مساك. انا ده بفضل طبعا. اكيد الكابتن محمد يوسف هيتفرج على فريق جيما الاثيوبي بطل اثيوبيا، وهيشوف نقاط القوه ونقاط الضعف، وعلى اساسها ممكن يحط العناصر اللي في خط الدفاع. لكن يا كابتن ميدو في نقطه مهمه جدا، انت خارج من بطوله افريقيا من شهر من امام الترجي، فانت لازم النهارده انت بعد شهر بتلعب البطوله الافريقيه الثانيه، لازم اخلق دوافع جديده للعيبه عشان ابدا احمس اللعيبه لبطوله جديده ان شاء الله النادي الاهلي يبدا ينافس فيها ويبدا عايز ياخدها وعايز يركز عليها. فلازم الدوافع مهمه جدا من اول مباراه. هم محتاجين دوافع يا اسامه؟ لا طبعا، هم اعتقد ان هم يعني مستنيين اليوم ده. ايوه بس خلي بالك النهارده لازم تجدد الدوافع دي للعيبه. نفسي يتعمل زي كل اللقطات اللي كانت في البطوله اللي فاتت، وانا اللقطات لسه فاكرها من الجماهير وهي كانت رايحه في مباراه الترجي النهائيه وهي نايمه في الشارع وهي مستنيه التذكره وهي عايزه تروح تساند فرق. كل اللقطات دي تتجمع ودايما تبقى قدام اللعيبه علشان دايما يبقى عندها الحافز وعندها الدوافع انها تشتغل في كل مباراه كانك بتلعب في نهائي افريقيا بالظبط. بطل اثيوبيا، ممكن في ناس تقول لك ده جيما الاثيوبي اول مره نسمع عنه في الخريطه الافريقيه. ده الخوف منه. لا لازم تحترم كل فريق بتقابله، كل فريق بتواجهه لازم تعمل له الف حساب. بالظبط. هنا كابتن ابراهيم المكسب مهم جدا. طبعا تعمل مكسب مريح. الاهم بقى انك ما تتلقاش اهداف. دي خلي بالك كانت نقطه مهمه في البطوله اللي فاتت. يعني مباراة الترجي خلصت 3-1، لو كانت خلصت 2-0 أحسن من 3-1، فإحنا دايماً بنقول ما ينفعش وأنت بتلعب على ملعبك تتلقى أهداف، ده هيساعدك في المباراة اللي بره. طب ده خلينا نرجع نتكلم في النقطة اللي كنت بتكلم فيها مع بلال، هل الأهمية أو الأولوية للعمق الدفاعي ولا الأطراف؟ الاثنين مهمين. لا ماشي الاطراف والعمق الدفاعي والنواحي الهجوميه، الاثنين مهمين تسجل جداً. وانك تحافظ على شويه زي ما بيقول. خلينا اوضح لكم كلام، يعني الاثنين مهمين جدا. بس لما يبقى عندك ان انت تفضل لعيب عن لعيب هيقوي لك مكان، هتختار العمق الدفاعي منطقيا. انا بتكلم يا كابتن دلوقتي، انت بتتكلم في ايمن اشرف، هل هنلعبه ظهير ايسر ولا هنلعبه
كمساك مع كوليبالي؟ انا ما بحبش اغير في التشكيل. مش هنغير، بدل عندي ثبات. مش هتغير، انت بتدعم. لا لا، بدل عندي ثبات وشغال بيه 3 4 مباريات من وقت ما كابتن محمد يوسف. هو سؤال مطروح، ممكن اغير في عنصر؟ ما هو احنا ما عندناش ثبات في الحته دي يا اسامه، لان احنا ما عندناش العنصرين اللي في النص اللي في قلب السنتر باكس، اثنين السردباكات مش موجودين. يعني اثنين مش موجودين طول ما لازم تعمل افضليه. ما هو الافضليه نعمل افضليه. انا بحسب عدم التغيير، يعني انا برضه الافضليه خلي بالك في التغيير كتير. في نقطة، اسلام محارب ما لعبش باك ليفت خالص. ما لعبهاش قبل كده. ده اللي بتكلم فيه بقى، الأولوية يعني بيلعب وسط العمق الدفاع ولا لا؟ أما أيمن أشرف لعب باك ليفت ولعب مساك. أما هتجيب اسلام محارب هتحطه في الناحية دي، يبقى أنت بتحطه ناحية هجومية أكتر من ناحية دفاعية، يبقى هتقول الهام ديفندر أبدأ أغطيه في الحتة دي. ما هي كويس كويس، أنت جبت النقطة اللي هنقول عليها اسلام محارب، يبقى أنت بتقول الأطراف، إحنا هنستخدم الأطراف في الناحية الهجومية. اسلام محارب عنده الحتة الهجومية برضه كويسة، وكريم نيدفيد او هاني عنده الحته والحته الدفاعيه كويس. كريم نيدفيد نفس الكلام، او هاني نفس الكلام. فهيبقى انت بتستعمل الاطراف كمدافعين وفي نفس الوقت بتستغلهم في الهجوم، وبالذات احنا لازم في الماتش ده نكسب هجوم. بص يا كابتن ابراهيم، اتفضل. اللي كنا بنتكلم عليها بدون قطع كلامك، هي دي نفس اللقطات دي دايما، يعني سمير عكاشه معانا على طول في الكلام، نقوله دايما اللعيبه تبقى قدامها الصور دي، دايما قدامها الصور دي، والجماهير نايمه في الشارع وهي عايزه التذكره وعايزه تساند فرقتها، فدايما كل لعيب بينزل المباراه دايما حاطط في هدفه الجماهير دي. دي الدوافع اللي لازم تبقى دايما قدام اللعيب. لا، والدليل انهم حي سمير عكاشه صراحه على اللقطات. اقول لك الدليل انهم مهتمين بالماتش، بعته برضه عادل مصطفى مساعد المدرب الاثيوبي واتفرج على الماتش وجاب لهم تقرير كامل، يعني مهتمين بالقصه وفي تركيز جامد وبيعملوا حساب الماتش، سواء اثيوبيا متقدمه في كره القدم او مش متقدمه، لا عاملين حساب الماتش وعاملين ان دي الافتتاحيه بتاعت افريقيا، وان شاء الله مش هتعدي مننا السنه دي يعني. ان شاء الله يعني. ان شاء الله. برضه ما اتفقناش. اتفضل. انا يهمني جدا النقطه دي، قلت هل العب بايمن اشرف؟ ايمن اشرف انا قلت الاقتراحين، ولا انا قلت الاقتراحين. انا بقول هاني لعبها قبل كده، خبرتك كبيره جدا. انا قلت هاني لعبها قبل كده، موقف زي كده هاني لعبها قبل كده، وكريم نيدفيد اجاد في الماتشين اللي لعبهم ناحيه اليمين، سواء في الناحيه الدفاعيه او في الناحيه الهجوميه. نيدفيد بيجيد ويجيد في مركز ونخلي ايمن اشرف مكانه. انا قلت ده الاقتراح الاولاني، ده الاقتراح الاولاني، وهنستعمل ايمن اشرف في الناحيه الهجوميه وهو بيجيد جدا في الناحيه الدفاعيه، وكريم نيدفيد بيجيد في الناحيه الدفاعيه وساعدنا جدا في خط النص، وبالرفعات بتاعته لما بيطلع في الناحيه الهجوميه بيساعدنا فيها جدا. طب انت قلبك يبقى مطمن يا كابتن في وجود كوليبالي وايمن اشرف، ولا كوليبالي ومحمد هاني، ولا ايمن اشرف؟ لا، كوليبالي ومحمد هاني. ها، انا رايي يعني لا، انا رايي كوليبالي وايمن اشرف. يعني انا بص، خد بالك، احنا اتنين دلوقتي عايزين حد يفصل. لو محمد يوسف اللي هيحسمها. هو كابتن وجهه نظر طبعا، يعني انا بحترمها طبعا. انا نفسي والله سمير الجميل تملى الاستاد، بديك وجهه نظر. يعني ايمن اشرف هو بيلعب سنتر باك، ودي خد بالك ودي حاجه مهمه جدا افتقدها النادي الاهلي في ماتشات كتير قوي يا ميدو، الا وهي انك الاثنين اللي موجودين، الاثنين السنتر باكس بتوع النادي الاهلي عندهم مشكله، كان عندهم مشكله كبيره جدا ايام كارتيرون، ما بيلعبوش كوره، ما بيطلعوش الفرقه، ما بيحضروش. فالنهارده لما تحط واحد زي ايمن اشرف داخل جوه ويلعب سنتر باك ويقدر يحضر لك، فدي حاله ايجابيه بالزبط. ممكن يعملها محمد يوسف بالزبط. المباراه اللي جايه، لكن انت يبقى انا عندي واحد لعيب كوره يقدر يطلع الفرقه من تحت. وخلي بالك، عايز اقول لك على حاجه، احنا خسرنا ايمن اشرف لما طلع على الطرف، احنا خسرناه كمساك. انا شايف كده، انا واحد من الناس، انا مقتنع بايمن اشرف ان هو مساك. أنا يعني في الناحيه الباك ليفت، انا بقول لك خسرناه، يعني في بتنقصه شويه حاجات عشان يبقى باك ليفت مميز زي علي معلول. هو بيلعب نظرا عشان علي معلول مصاب في الحته دي، لكن الاجاده التامه لايمن اشرف دايما بتبقى في المساء. عشان كده بقول لك بيطلع لك التحضير من تحت، الكوره الباص مظبوط، لعيب كوره حتى الكروس اللي بيعمله مظبوط دايما، تغطيات لا. وخلي بالك ناحيه الشمال، احمد علاء لما بتجيله كره ناحيه الشمال بالزبط. دلوقتي هو بيلعب رجليه اليمين، بيبقى عنده مشكله ازاي يشتغل. هو الاول لما بيجي بيدوس كابتن ابراهيم برجليه الشمال خلاص، صح. على عدلته، فبيزود لك في الحته اللي ده اللي بنتكلم فيه بقى، ان انت تامن ليك، ان انت تامن العمق الدفاع بتاعك، لا وتستغل، لا وتستغله كمان في الهجمات. الاهلي كان عنده مشكله كبيره يا جماعه كابتن ابراهيم، ولا ايه الهجمات؟ لا، الاهلي كان عنده مشكله كبيره في الهجمات. انا قلت الاقتراحين، الاثنين اللي موجودين، الاثنين السنتر باكس يا كابتن مع كارترون ما كانوش بيحضروا، كانت مشكله كبيره جدا انك بتضطر تلعب كل الكرات الطويله. فعشان كده كان شكل الاهلي مش هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعتمد دايما على التحضير، على الاندايركت اتاك، ان انت بتباصي من رجل لرجل من رجل لرجل، وكان بيساعدك فيها الاثنين الاستوبرين بتوعك. كان بيطلب منهم كالترون كده، ماشي خلاص، هو بيطلب منك، وهي خد بالك انا عايز، لا لا يعني بس لا بص خلينا نتكلم على الامكانيات. هي الامكانيات، هي بص
هي الامكانيات. امكانيات كوليبالي لعيب كويس لكنه هو مش من اللعيبه اللي تعرف تحضر. لا لا سعد سمير برده مش من اللعيبه بتعرف لا تحضر. لا لا خالص. تمام. فانت النهارده لما يكون موجود عندي ايمن اشرف يزودني في الحته دي, حته ان انا يعني ممكن يصنع هدف. لان ايمن اشرف في اوقات كتيره جدا, في اوقات في التاكتكس انت بتطلب من السنتر باك ان هو يزيد, وبتطلب من الميد فيلدر ان هو يغطي مكانه. كتيره جدا المدربين كتير بيشتغلوا بالحته دي عشان تقدر تفضي المساحه. والكابتن اشتغل مدرب كان انا ما اعرفش الكلام. لا يعني لسه كنت هدخل في القصه. لو الواحد عايش يعني لو الواحد عايش جوه الفرقه اقول لك مين اللي يلعب, انما اكتر واحد بقى يقدر يفيدنا في الحته دي كابتن محمد اكيد بس. احنا بنقول اختر حد بس يعني هو عايش وعارف مين الاصلح في الحته دي ومين الاصلح في دي. هي اجتهادات مننا يعني, نتمنى انها تبقى تصيب ومحمد يوسف ياخد بيها يعني. والله يا محمد يوسف اعتقد ان هو يفكر كويس قوي في الحته دي يعني. هي دي اللي هتتفرج الاول على فريق جيما الاسلوبي وهتشوف لو في نقاط قوه عنده ممكن تغير اسلوب لعبك مثلا او العناصر. تحط ايمن اشرف جوه, لقيت لا ما عندهمش ناس تمتاز بالطول ممكن تحط ايمن اشرف بره وتستغله حسب ما هتشوف الفرقه وتدرسها بره. دي متوقفه على الفرقه. ما هو عادل, ما انا بقول لك عادل راح اتفرج عليه سافر اثيوبيا وجاب له بتاع. ما اعرفش الريبورت كان فيها كان ما اعرفش. ف 100% هو عامل حسابه من بدايه الماتش هيعمل ايه ونقاط القوه ونقاط الضعف. لكن احنا متفقين ان محمد شريف وناصر ماهر ووليد سليمان دول المفروض ان هم يمثلوا ده لازم الثلاثي اللي تحت مروان محسن. ده لازم محسن هيطلع يلعب حاطط رجل على رجل. طبعا انا لا طبعا انت قلت الثلاثه مهمين قوي. أيوة. لازم يبقوا موجودين. ايوه مروان يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني كان عنده روح معنويه عاليه جدا بعد احرازه هدفين وكان ممكن يبقى هاتريك هو كمان لما يكون فيرود الوحيد يا بلال. بس فيرود النادي الاهلي في فراوده في انديه ثانيه لما يكون الوحيد ادى اللعب بتاع, لكن فيرود النادي الاهلي يبقى حاسس بالمسؤوليه قوي. هو هي مسؤوليه وثقه, خد بالك مسؤوليه وثقه في نفس الوقت. يعني الثقه بتيجي منين؟ انا النهارده موجود في الملعب عليا دور عندي دور بره. ما انا بقول لك هي الثقه بتيجي من كده, انا مش هتغير خلاص. فبالتالي انا موجود في الملعب تمام. جميل. المسؤوليه بقى اللي عليه, انما طالما انا موجود في الملعب طالما انا باخد فرصه لازم اتشبث بالفرصه اللي انا موجود فيها. انت بتلعب في النادي الاهلي كل فرصه محسوبه عليك, يعني الانديه الكبيره الفرص محسوبه عليك الفرص. يعني ممكن وانت بتلعب في نادي صغير كل 5-6 ماتشات تجيب جول تطلع نجم النادي كل 5-6 ماتشات, انما الانديه الكبيره كل فرصه بتتحاسب عليها لان النادي الكبير عنده تارجت. تمام. التارجت بتاعه انا كل فرصه لازم اسجل لان انا عايز اخد بطوله. هو النادي الاهلي كده. فبالتالي كل الفراوده اللي موجودين في النادي الاهلي كل فرصه, مش بقول لك كل ماتش, كل فرصه محسوبه عليه لان كل فرصه ممكن توصلك انك تاخد بطوله. عشان كده في مسؤوليه كبيره على مروان المباراه اللي جايه. تمام. وكمان يبقى يعني تكير شويه في اللي هو بيدخل الانذارات الحاجات اللي فيها التحامات كتيره جدا. برضه ما فيش حد موجود على دكه المدراء. دي رقم واحد. رقم اثنين انك انت النهارده عندك ثقه لانك انت الوحيد اللي موجود في الملعب خلاص. فانا طالما موجود في الملعب خد بالك اللعيب دايما بيبقى اوقات يعني عليه ستريس ان انا في لعيب عندي بره لو ضيعت ممكن المدير الفني يغير, لو ما اجتش او ما كنتش ما دخلتش الجيم بدري ممكن المدير الفني يقعد بره, لو انا مثلا الشوط الثاني نزل بقيت داون شويه المستوى نزل شويه في لا المدير الفني ممكن يغير حد بره. فدي كمان ممكن تديله ثقه ان هو موجود طول 90 دقيقه طول ما بيأدي بشكل كويس. فدي الثقه اللي عليه ودي الواجبات المفروض يأديها داخل الملعب مروان محسن. بشكرك شكرا جزيلا كابتن بلال. العفو يا سيدي. شكرا جدا يا كابتن. شكرا متشكرين يا كابتن ميدو, متشكرين الكباتن المنورين. دي كانت نهايه حلقتنا معاكم النهارده. ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي خلاص اتفقنا ان اللعيبه خلاص عرفوا ان هم في مسؤوليه كبيره جدا. التالتة تبتة زي ما احنا بنقول ودايما بقول ان شاء الله يفرحونا يوم الجمعه بمكسب مريح جدا طالما الاماني ممكنه. جماهير الاهلي هتفضل دايما امانيها بلا حدود. شكرا جدا لحضراتكم, تصبحوا على الف